منك يا أبو طالب طمن بالك واترك هذا الموضوع علينا. إن كان علي يا سيادة المقدم أنا مطمن وحياتك مطمن، بس النار أكلت جوفي. بعرف هالشي يا أبو طالب، بس الموضوع بده شوية وقت، وأي مستجدات رح نبلغك فيها فورا. إن شاء الله إن شاء الله نتمنى. السلام عليكم. ناخذني المحرز يا أبو طالب. الله يخليك، أنت المحرز سيادة المقدم. وكون على ثقة يا أبو طالب، الموضوع بيهمنا مثل ما بيهمك أنت. والله بعرف بعرف. وبوعدك خلال أيام قليلة رمعات رح تكون بين إيدينا. يا ريت يا سيادة المقدم، ممدوح أفندي بيعرف كل أشغالنا واقفة. طمن الجميع يا أبو طالب. إن شاء الله إن شاء الله. طب سيادة المقدم بدي منك شغلة. تفضل يا أبو طالب. ممكن تشوف المتهم وجها لوجه؟ ايه طبعا يا أبو طالب، بشرف. تفضل بشرف. أنا برا يا مو. منين يا مو؟ وكوين كنت خاطيت؟ رايحين جايين عم يسألوا عليك. متل مين سأل يا مو؟ لك واحد اسمه رشدي. رشدي؟ ايه. خذي يا مو مني. يسلم ايديك. يسلم ايديك. ايه شوف رشدي وراجع يا مو. ايه يسلم ايديك. عمل لك اعترف احسن لك. ما بعرفك. انت كذاب. ماني كذاب. على كذاب. تابع. يلا تابع. انت الوحيد اللي ساعد مكان الاموات. اعترف احسن لك. اذا ما بعرف كيف بدي اعرف مكانها؟ انت عم تكذب. تابع. اسمعوا لا، بدك تعترف غصب عنك. فهمت؟ لا ما بعرف يا سيدي. تابع تابع. ما بعرف. مين انت؟ شو هاد؟ قصدي وين الشباب؟ انو شباب؟ عدلي وحلمي. امنتوا بالله على هالنهار؟ لك عمي ما حالكم تفهموا بهي الحاره انه انا اشتريت البيت واللي كانوا ساكنينه باعوه. يا لطيف. هاي بدها يا لطيف، كمان فوق كل هاي القصه، الباب ما هدي من اول ما اشتريت البيت، واحد رايح وواحد جاي عم يدق الباب. طيب تعرف وين راحوا؟ لك شلون بدي اعرف اذا ما بعرفهم بالاساس؟ لك ما بعرفهم. من مين اشتريت البيت؟ اشتريته من الدلال. ايوه. لسه بيقول لي ايوه. لك عم يرحمونا بقى، بدنا نعيش. لك روح عنا يا هارو. روح اسعد. نعم. بعد مني على الموت مباشرة. لمعات وين؟
ما بتعرف. يلا لك يا بني ادم خام علي، انت كان كل وقتك ببيروت وما نقدر ياشو القصة. انا اللي معاش اللي معاد ومراد. ايه علينا وعلى هالسيارة يلي دبق لي اياها عدلي بيت. يا اخي انا بعرف هالشي كتير منيح. بتعرف؟ بتعرف لسه بدك ايانا نضل بالشام بعد ما هربت مخلوقة من السجن؟ المخلوقة هربت من الموت الداير حواليها، مو مشان تلاحقنا نحنا. هربت لتنتقم مني ومن ابو طالب ومن كل اللي حواليها، ولا بفكر هيك القصة لحت مرقنا نصبة بيت الصالحية والمالكانتين يلي بيطلع بإيدها تعمله. وحكيناها من قبل، نحنا شغلنا نظامي. ولك هي لا بتفهم نظامي ولا بتفهم بطيخي، هي بتفهم تنتقم وبس. انت لشو بدك توصل؟ منبيع هذا البيت ومنهرب لبيروت. مستحيل. ليش بقى؟ مو حكينا مع المخلوقة نادية خانم؟ ببيروت بلاقي لك ألف نادية خانم. بس نادية خانم وراها دكاكين وحوانيت ومالكانات. لك اللي معانا بكفونا لولد ولدنا بلا ما نخسر حالنا. وأنا بدي طالع فرق سنين الشقة والفقر والتعتير وقبل فوق. ببيروت يا حبيبي. لك افهم علي، عصفور بالإيد ليش لنطيره؟ منطيره لأنه صار خطر نضل هون، لأنه بجوز نخسر كل شيء. مستحيل. لا أنت مستحيل بقى، ما عاد تفهم بالكلمة منوب. تنمحق، أنا رايح بيروت لحالي. على موتي ما بتروح. غصب عنك يا سيدي. مستعديت لك ولا خليك تروح لحالك. عم تضربني يا عدلي وبكسر راسك. إيه ما حذرت. كسر ايدك ولا الله معك. الله معك. بدك شي زعيم؟ روح الفرن. زعيم زعيم. اهلين اهلين ابو لمي. الله لا يحرمنا الزعيم. يعني في عندي هيك موضوع هام وملح لازم فاتحك فيه. وانت قلتها يا ابو لمي، العضوات عم يستنوني بالديوان، فالله يرضى عليك. مروق لعند مني المساء على البيت ونحكي على روح. شو علي زعيم؟ اجيك متعشي لما جوعان؟ جوعان عم جوعان. عندي سؤال زعيم، امتى بدنا نخلص من هي المصيبه اللي معاد خانوم؟ والله كركبت الحاره كلها وحولت السوق لمعسكر حرب. الحق معك، الله كريم عمي، الله كريم وقريبه. امانه الله عليك يا زعيم، بس يلقطوها مع رفاق خليهم هون يشنقوها بالسوق قدام اهل الحاره كلهم. يا سيدي مقترحك بمحله. لسه ما شفت شيء، عندي مقترحات بالسطل زعيم. شو بدك يا ابو لمعي؟ عم حاول اشوف شو صار بينك وبين الزعيم. احكي يا على موتي ما راح خليك تسافر على بيروت لحالك.
وانا لاني بحبك وبخاف عليك ما بدي اياك تضل هون، لانه اذا ضليت هون رح نموت. ما رح نموت، لازم نروح على بيروت باسرع وقت. عندي حل، لانه قعدتنا هون بالشام موت لي ولك، ما بدي نخسر بعد ما صار عندنا مصاري. خليني كفي كلامي، اي حل بدون روحتنا على بيروت ما له طعمه. قلت لك خليني كفي كلامي. قول. بتجوز ناديه خانو وبأمن عليها وعلى ممتلكاتها، وبعدها منشد على بيروت. موافق، بس بسرعه. هاي حلت عندك. ماشي. يعني ما شمشمت من هون من هون من ممدوح أفندي على سبيل المثال؟ بجوز يعني تكون انشلت لمعاد خانم طول شوي. قربت صباح أفندي، قربت. الله يسمع منك. يعني رح نشوفها مدندلة بساحة المرجة على مرقم الخلايا إن شاء الله. إن شاء الله يا مختار، إن شاء الله. لكل ظالم نهاية. يعني بصراحة يا أبو طالب، ومثل ما كنا عم نحكي قبل بشوي مع الأسياد، أنا حاسس إنه شغلة لمعاد خانم رح تطول شوي. ما فهمت صباح أفندي، شو المقصود؟ المقصود يا أبو طالب إنه ما نقعد ننتظر هالشي، نترك أعمالنا وأشغالنا. مظبوط. طالما سلك الشرطة مشكور الخير مهتم بالموضوع، لازم نحن نهتم بأعمالنا ومصالحنا ومصالح الناس. الحماك شيخنا، الحماك. وسيدنا الشيخ طلب مساعدة وزارة الأوقاف بخصوص المقترحات اللي حكينا فيها. وبما أنه الوزارة وافقت على التبرعات لمشروعنا، فهلأ التكلفة بتخف عليك. يا شيخ بلال، ما بدي وزارة، أنا من البداية قلت لكم خير الله وخيركم موجود. الحمد لله. بس هذا لا يمنع نحن عنا كتف يا أبو طالب، بجايات أكثر من رايحات. يا سيدي اللي بتشوفه. والمصاري صارت جاهزة لمعالجة الحريم اللي ما عم بيخلفوا. الحمد لله، الحمد لله. ما بقي علينا غير جنابك تحدد الرؤساء. حكيت، لأنه أنت رح تحكمهم. بعرف، وهلا اليوم وبكره كمان بدي أحكي مع الباقي. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. مجرد ما تحددوا العرساء رح نباشر بالترتيبات. إن شاء الله، إن شاء الله. الليلة ببعث لك المصاري. كتر خيرك. أخي. شو أم سارين؟ شايفتك طالعة؟ أهلين أم عبدو، رايحة لعند بيت أم طالب، عاوزتني بشغلة ضرورية، بس طالما إجيتي بنشرب قهوة بعدين بنروح. أصلاً أنا جاي آخذك لعند أم طالب. هلا فوتي فنجان قهوة، لا بيقدم ولا بيأخر. معلش تقبريني، هلا بنشربها عندها. مثل ما بدك. لك سعي، شو هالسيرة سمعناها اللي بتهز البدن؟ قصدك على لمعات المقوصة؟ يب لي يب قتلة يا حق. لك مو قالوا إنه كمشروع عدموها؟ لك لا، طلعت مو معدومة هالمقوصة من عيونها، وليك هربانة من الحبس. الله لا يوفقها، من وقت ما سمعت وأنا بدني عم يرجف رجف. لك خايفين تعمل لها شي عملة مثل عوايدها. الله لا يوفقها، شو قادرة وقارحة. عجبك؟ عجبك كيف كركبت الدنيا وخليت الحارة تنغل نغل بالشرطة؟ الله لا يوفقها يا حق. امشي امشي. يلا امشي. يا ميت أهلا وسهلا شركة، من هاللي تقبريني. يلا يا ريت. أهلين وسهلين. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. شرف وشرف. أهلين حبيبتي. يا ميت أهلين وسهلين. تتغدوا معنا اليوم؟ عاملين رز وفول. إيه نتغدى، شو ورانا؟ لك عجبكم على السيرة اللي طلعت فيها لمعاد خانه ومن غامض علمه؟ شفتي؟ الله لا يوفقها، شو قارحة. آمين آمين. أنا قايمة علق على اللحمة وأعمل فنجان إله. جاية معك، عاوزتك بجوز كلام. إيه شرفي شرفي. لك مو على أساس قالوا إنهم كمشروع بدهم يعدموها؟ شحة، طلعت هربانة من الحبس الخانو. قولي على قامتها، شيطانة هي شيطانة خالتي أم عبدو. لك طلع على لساني الشعر وأنا إيدك أم يحيى، أم يحيى. حاضر حاضر، أمرك على راسي. هيك ها، هاتوا لساعدكم. هاتي تقبريني. أنا بس باكل. صحة وأنا تقبريني. أنا عدي خالتي. يا ميت أهلين وسهلين. أهلين خالتي، كيفك؟ شو أخبارك؟ الحمد لله من الله بخير. لك إجيت والله جابكن،
عاملة مجدرة بتاخد الأعلى ومعنا شوية مخللات غير شكل. الله يرحم عيون أمك شو كانت تحبها لك. لك تعيشي وتترحمي يا خالتي. خلص مرة تانية يا خالتي منوعدك نجي وناكل مجدرة كمان، بس هلأ اسمحي لنا شنو عنا مشاغل كتير. ما في مشكلة بتشرفوا بأي وقت. من الآخر خالتي، حلمي مستعجل بده يتجوز، منشان هيك جاي لعندك تروحي لعند نادية خانو وتستعجليها وتفصي معها كل الأمور وتنهي كل شيء. اي مو على عيني وراسي، مية طلب مثل هالطلب. سكي هدول من إيدي خالتي. يو شو هادولك خالتي؟ يعني بجوز تحتاجي لحيسيات الروحة والرجع لعند نادية خانو. حيسيات شو لك خالتي؟ تشرحوا البيت لهون بساروجة خطوتين وكون عندهم. امسكي من ايدي ولا تخجليني يا خالتي. قلت لك ردهم لجيبتك، عندك جوازة بدها بقرة جحا بدها هالقد مصاري بعدين لتكون عم تعطيني اجرتي. لا خالتي لا، اعوذ بالله، شو هالحكي هاد؟ لا تعصد جيها خالتي مشان الله. اي يمين وعظيم ما باخذ ولا قرش. يو شو هالحكي هاد يا خالتي؟ هيك عم تحسسينا انه نحن اغراب. يو معقول لك ابني معقول؟ هلا اذا عدلي بده يتجوز معقول اخذ منه حيثيات جوازه ومدري شو؟ كتر خيرك يا خالتي، كتر خيرك. خير الله خير الله. ماشي خالتي، بدك شيء؟ لازمك شيء؟ ما بدي الا السلامه وطمني عنك دائما ولا تقطعني. امرك. سلام عليكم. دعي لنا خالتي. موفق. اي ولو شغله بسيطه تكرم عيني. لك الله يهديك ويرجع لك جوزك بالسلامه وينصركم على الشيطان يا لمعات. امين يا رب. قلت بيني وبين حالي بركي بلين لما انت بتحاكي وبيرجع لي بقى. خلاص نحن حنروح وانت هونيك بتحكي معه من تمك لتمه. كثير منيح. بس يعني ضروري اليوم ولا فينا ناجلها لبكره؟ لانه عم نستنى ابي يرجع يقلنا شو صار معه بقصه لمعات. مثل ما بدك حبيبتي، بس المهم نحكي معه باسرع وقت. ما بخبي عليكي، عم خاف ضل بالبيت لحالي، خايفة من هالملعونة لمعات تساوي شي كاينة فيني لأنه محسوبة عليكم. خلص طمني بالك، بعدين بتضلي هون لحتى يمسكوها لهالبنت الحرام. اي والله صرت أخجل منكم، عم أقضي كل وقتي عنكم. يوه بيتك ومطرحك، أساساً أبي أكد علينا أنه أنت وخالتي أم عبدو بتضلوا هون لبين ما يرجع محمد وأبو يحيى بالسلامة، بس والله من شلشتنا نسينا نقلكم. إلهي وأنت جاهي يجبر بخاطرك أنت وأهلك. تسلمي يا رب. يلا شرفي. يلا تفضليني. معقولة السجانة سكينة هربها لهالبنت الحرام لمعان؟ والله ما بعرف، يا ما تحت السواهي في دواهي. قبل ما انساها ما بتطلعي من عنا قبل ما تمسك لي ما بتخاف الله عن خالتي ام عبدو. لا لا، انتو ناويين هيك تجننوني؟ انتو قاصديني على الطالعه والنازله. شو صاير؟ خير شو بكي؟ شو صار لك؟ والله ما فهمنا. ولك ما سمعتيها شو قالت؟ لك شو قالت؟ شو بكي ليش انطمستي كل هالطمزه؟ لك انطمستي انه قالت لي ام عبده قلت لكم 100 مره لبعي ام يحيى. مشان هيك انطمستي؟ مشان هيك انطمست. طولي بالك يا خالتي، والله يعني مريم ما قصدها، يعني مشان الله ما تاخذيني، والله زلت صار خالتي ام عبده. لك جيتي عادتها عادتها. انا بدي امشي. لك شو مالك؟ شو بقى؟ روحي جيبيها مشان الله، روحي جيبيها. وانت كمان لسه بتقليها. يلا فوتي خلصنا بقى. احلى ام يحيى. علي صوتك ما سمعت. ام يحيى. علي اكثر طرشانه انا. ام يحيى. انتو كمان قولوا لشو؟ ام يحيى. لك شفت شلون؟ ما اسمكم شي يعني وقت قلتوا ام يحيى. خلاص طولي بالك خالتي ام يحيى. ان شاء الله بتشكري قاسي شلون طالعه من تمك مثل العسل. طالما روقنا وانبسطنا خلونا نروح نشرب قهوه. يلا ام عبدو. يخرب بيتك! كمان عندكم لمعي صار ام يحيى! روق ابو طالب، ايش بنا؟ قلت لك عاجلا ام اجلا رح يعترف هالنصاب ورح يحكوا معي. بعرف بعرف يا ممدوح افندي، وبيني وبينك بعمره ظني ما خيبني. الحمد لله. الحمد لله، وبعرف كمان انه لمعات هي ورا كل شيء صار معي. وجايز يا ممدوح افندي، ولا قال لك انا شبه متاكد انه لمعات هي ورا مقتل ابتي طالب. هي ورا مقتل طالب؟ اي نعم. شو عم تحكي يا ابو طالب؟
بس لا يعترف هضراري بعلاقته بلمعات بقول لك كيف وشلون. هاي شغلة جديدة يا أبو طالب؟ أكيد. مانك شايفني على أحر من الجمر وأنا عم بستنى تليفون مقدم أنوار؟ طيب شو علاقة النصاب إذا اعترف إنه هو على علاقة مع لمعات خالد؟ يا سيدي هذا الشيء بنعرفه بعد اعترافه. وإذا طلع ما له علاقة مع لمعات خالد؟ كمان لازم نعرف له علاقة ولا ما له علاقة فيها. بكل الأحوال بس تمسك لمعات خانو راح تعترف عن كل شيء وخاصة عن موضوع ابنك طالب. هماك بس تمسك راح تكر الخمير والفطير. طمن بالك يا أبو طالب، سيادة المقدم حاطت كل جهده بالموضوع. أنا واثق من هالشي يا ممدوح أفندي. سيادة المقدم ما راح يقصر، بس بدك ما تواخذني، اللي إيده بالنار غير اللي إيده بالمي. أنا مقدر ظروفك يا أبو طالب، بس نحن مضطرين ننتظر لأنه ما في حل تاني. حماك بصير خير. هذا يا ستي عضوات الحارة الله يكتر خيرهم، الظاهر بدهم يزيدوا الخلفة بالحارة. ايوة، ومثل ما فهمت من الشيخ بلال الله يمد بعمره، شنو اجا لعنا على البيت وفهمني قال لي بتكشفي على حريم الحارة وما بتاخدي تعبتك منه. والله منيح. وبلا طولة سيرة، بحيس الحرمة اللي بيبين علي انه ممكن تحبل بدون علاج كان بها. ايوة، وش كان غير هيك عضوات الحارة رازين مبالغ كبيرة مشان حريم الحارة. لك الله يكتر خيرهم. وفي حال غير هيك رح حولكم لمشافي بالشام. وكمان عن رفقة العضوات؟ ايه نعم، الله يجزيهم الخير. والحكي بيناتنا، إيش كان احتاج الأمر ممكن يبعتوا الحريم يلي معسل جمعهم على مشافي بيروت كمان عن رفقة العضوات؟ لك ايه نعم. وما عرفتي إلا ليش العضوات مهتمين الأيام وموضوع الخلفة يا عم حسن؟ لك إباني يا بنت الحلال، شنو بدهم يكتروا النسل هي من جهة، ومن جهة تانية بدهم يجبروا بخاطر المساكين يلي ما بيقدروا يتعالجوا على حسابهم الخاص. لك الله يجبر بخاطرهم يا حق. آمين يا رب. جارجان الزعيم أبو طالب وصل. جارجان الزعيم أبو طالب وصل. جارجان شرفت زعيم. أهلين، شو الأخبار؟ زعيم أنا رحت لعندك البيت والحريم مشغول بالهم عليك. شو أخبار الحارة؟ الحارة على حطة إيدك، الخلايق من بعد المغرب ما حدا عم يطلع من البيت خوفا من إنه لمعات تعمل لها شكاينة. مزبوط، لذلك لازم تفتحوا عينكم منيح. بأمرك زعيم، بس ما قلت لي وين كانت غيبتك؟ في غير الموضوع اللي شالشنا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب زعيم هلأ وين رايح؟ البيت. بدك روح معك؟ لا لا ما في داعي، بس إذا أجاني خبر من ممدوح أفندي بتجي لعندي بريم. براسي زعيم. أبو لمعي هون؟ أبو لمعي لا مو بدكاته، يمكن راح على البيت زعيم. بدرو الله يرضى عليك، روح شوفه خليه يجي لعندن مني. أمرك زعيم. يلا الله معك زعيم. الله معك زعيم. السلام عليكم. أهلين، بشر. حصل يا خانم. هات لشوف. هاي فرد، وهذا الفرد الثاني، وهذا الفرد الثالث. طمني شو الأخبار؟ بصراحة يا خانم كترانة حركة الشرطة بحوار الشام. ايوه، وأنا ما خفت غير يفتشوني ويكتشفوا أنه في فرودة بخصري. ما بينخاف عليك يا رجلي. مظبوط. لا حول ولا قوة إلا بالله. أمي طبعاً. شو القصة؟ والله مو ناقصه للزعيم بنوب. بنوب بنوب يعني. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلين بدرو. طمنونا صار شي بخصوص هاي بنت الحرام اللي ما بتتسمى؟ لسه ما بين شي يا بدرو، ما بين شي. إيه بس وين بدها تروح؟ والله لنجيبها لهالقارحة لو كانت بسابع أرض. بدها توقع، وإذا ما وقعت هلا رح توقع بعدين.
بنت الحرام زعزعت قلوب الكبير والصغير بالحارة. ايه بس حقها نقلة عمي بدرو، حقها نقلة. لك ايه شو نقلة ما نقلة بدر الدين؟ ايه شو بدنا نضحك على بعض؟ ايه مالك شايف شو ساوت بالحارة؟ الكبير والصغير صار خايف منها، لك حتى الغلمان ببيوتها صارت خايفة، لك شوف الحارة يا زلمة، ايه صارت معسكر. كلامك مزبوط عمي بدرو، كلامك مزبوط. مصيرة تقع عمي، مصيرة تقع. الله يسمع منك. خدوا عمي. بلو ريقكو. سلم دياتك. أنا ما بدي بدرو، حسان. أنا رايح لعند أبو لمعي شوفه مشان يروح لعند الزعيم. يلا روح لا تطول. ماشي. صحتين هنا. السلام عليكم. سلام. يا عمي طلال. الحالة كل مالها عم تزداد خطورة بالشام. لا 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 تخاف. كيف ما يخاف يعني يا خانو؟ هو عم يقول إنه الشرطة مليانة بالحارة. سكينة، أنت بدك تضلك هيك عم بتسقي وتنقي؟ يا خانو من خوفي عليكي لا تقعي بين إيدين الشرطة. أنت على مين خايفة بالضبط؟ علي ولا على جوزك ولا على حالك؟ أنا خايفة عليكي وعلى حالي وعلى جوزي، مو صرنا رجلينا ورجليكي بالفلقة سوا؟ مشان هيك اسمعوني منيح. تفضلي. قولي يا خانو. مسك هذا المسدس، حطه على خصرك. خصري أنا؟ إيه، شو عم بحكي أصملي؟ أمرك. هذا الفرد ما بتتركه لا ليل ولا نهار. حاضر. وإذا حسيت بالخطر بتقوص على الصايغ. شو؟ فضايل الله والرسول. شبكون شبكون، إذا بتكون تضلكن هيك خايفين ومرعوبين بحياتنا ما رح نصير ببيروت. بعدين مثل ما قالت سكينة، رجلينا بالفلقة سوا. والله يا خانم أنا متمنية نروح اليوم قبل بكرة على بيروت. رح نروح، بس طولي بالك. إمتى؟ ما أنا لسه ما كفيت كلامي. تفضلي. خدي خلي هذا معك. وأنا شو إلي بالفرد يا خانم؟ شو بدنا نضلنا بنفس السيرة؟ أنتي نسيانة إنك هربانة ومهربة سجينة محكومة إعدام؟ يعني إذا لقطنا رح نتجرجر كلياتنا وبجوز تنحكموا مثلي بالإعدام كمان. مشان هيك خليه معك مشان تدافع عن حالك. لا قولي يا خانم، بوس ايدك، ما وصلنا لهالمواصيل. لا وصلنا ومشي الحال. ويا بدك تسمعي الكلمه من تم ساكت، يا اما انقلعي انت وجوزك وخليني اعرف اتصرف. قولي وين بدنا نروح يا خانم والدنيا قايمه قاعده علينا؟ ها شفتي، مشان هيك بدك تسمعي من تم ساكت وتنفذي اللي عم قلك عليه انت وياه. بامرك. خلاص يا سكينه اسمعي كلام الخانم. شحني عم بسمع. اسمعوا انتوا الاثنين، من بكرة الصبح بعد إذنك يا بي. إيه يا بي. بصراحة يعني فتت دغري على البيت أنت والحلاق أبو لمعي وما قلت لنا شو صار معك بخصوص اللي ما بتخاف الله، وبرضه ما إجيت على الغداء. بسيطة بسيطة، هلأ ضيف عنا بعدين بنحكي. والله بعرف يا بي، بس بشو أحلف لك إنه نحنا ما تغدينا لحتى فتت أنت على البيت. ولا يعني بدك ما نسألك شو صاير وأهل الحارة من صغيرهم لكبيرهم خايفين ومزرزعين من قصة لمعات. بعرف يا بي بعرف، على كل حال بس يروح الضيف بعد أنا وياك بنحكي. جيبي لنا طايف. إيه حاضر. أساس بس يروح الضيف ولا قدرتي تعرفي شو صار بلمعات الشيطانة؟ ولك يا جماعة أنتوا ليش مستعجلين؟ هلأ بيروح أبو لمعي بعدين نفهم من أبو طالب شو صار. خلونا نخلص شغلنا يا جماعة وليروح الضيف بعدين لكل حادث حديث. إنه يا جماعة شو هالحظ اللي إلي؟ لسه ما بصدق إمتى أخلص من طابوسة لنقع بطابوسة تانية. خلصنا أم طالب، طولي بالك. يعني معقولة من يوم ما اجى ابو طالب لهلا وانا ما قدرت اقعد على انفراد واحكي معه كلمتين على بعض؟ معقولة؟ قولي الحمد لله انه ابي رجع لنا بالسلامة. اي والله. إيه بس كل العالم بيقعوا بمحن، مو هذا حال الدنيا يا يعني؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. قومي ميمي مال الشام، روحي جيبي لي جاب ثاني. يلا الله يرضى عليكي بسرعة. حاضر. يا رب يا معي.
شو قلت زعيم؟ والله يا ابو لمعي ما بخبي عليك، المقترح بمحله وعجبني كتير. لك اقبرني ربك، يقبرني ربك شو حساس وحنون. اخي اي مقترح بفيد اهل الحاره ما عندنا مانع. طبعا بفيد، انا رح اعطيك اياه من الاخير زعيم، مني وجر كله معبي بالحيطان، ما حدا بيعرف يفك حرف. والله عليك يا ابو لمعي. بتعرف يوم عن يوم عم تعجبني مقترحاتك كتير كتير. لك يقبرني ربك شو نظرتك هيك يا ساقبي، يعني بالايام الجاي ممكن تحطني مع العضوات. ليش لا يا ابو لمعي؟ الا انك بتفهم، والفهم فضلوه على العلم، روح ربي لا يحرمنا اياك. الله عليك يا ابو لمعي. ليك عمي برد بذكرك مره ثانيه، اي مقترح بفيد اهل الحاره بتلاقيه مناسب تبلغني. من تعلينا زعيم، قبل ما انسى، شو انت مالك شايف شغله التبرعات اخواننا الجزائر زايده شوي؟ والله ما بعرف، لكن المشكله من لما رجعت على الحاره وشايف انت المشاكل عم تجيني من كل حد وصوب، ما عم بفضى وعم بلتهي كثير عن واجباتي. الله كريم الله كريم. بدي اسالك، هي النصابه لمعات خانم شو صار فيها؟ الشرطه عم تشتغل على ادم وساء يا ابو لمعي، وان شاء الله خير. يعني قربت؟ ان شاء الله ان شاء الله. روح ربي لا يضيع لك تعب، بجاه نبينا محمد، الله لا يحرمنا ياك. هذا اللي صار يا سيدنا. شو هالحكي؟ مثل ما سمعت يا سيدنا. وأمك وينها؟ أمي ميتة يا سيدنا رحمة الله عليها. وما عرفتي من أبوكي ليش بده يزوجي غصبا عنك؟ خالتي، خالتي مرت أبي يا شيخنا، هي اللي بتوزع علي. أيوة. أبوس إيدك يا شيخنا تلاقي لي حل، لأنه أنا ما بدي أتجوز، بدي كمل تعليمي. أنت بنت مين؟ أنا رح قلك بنت مين، بس هالشي ما يوصل لأبي يا شيخنا، لأنه إذا عرف أني إجيت واشتكيت لك أمري بيذبحني يا سيدنا. لا 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 تخافي، أنا رح أعالج الموضوع على طريقتي بدون ما يدرى أنك جيتي لعندي. أنا بنت لأبو نصوح السمكري يا سيدنا. ها؟ أبوكي صاحبنا؟ يا ريت تقنعه يا سيدنا، ربي يطعمك زيارة الرسول. خلص خلص، أنت روحي والموضوع منتهي بإذن الله. الله يديمك يا سيدنا. بدي أسألك. تفضل يا شيخ. جاوبيني بصراحة، انت رافضة الزواج ولا رافضة العريس بس؟ بصراحة يا سيدنا. ايه طبعا بصراحة. انا رافضة العريس، لانه من طرف خالتي مرت ابي. طيب اذا لقينا لك عريس ابن عالم وناس وشاب شغيل وابضاي، بتوافقي تتزوجي؟ ايه بوافق يا سيدنا. خلص اطمني، شغلتك عندي باذن الواحد احد. روح ربي يجبر بخاطرك ويديمك يا رب. قومي تيسري انت يا بنتي، وان شاء الله موضوعك منتهي. خاطرك يا سيدي. الله معك. اخ يا ابو لمعي اخ. خير شو بقى بالفوز؟ ما نمت الليل من وجع درسي. وانا مفكر حالي بدي احلق لك من وقت ما فتت عم تدي اخ. شو عم يصير معك؟ عم ينقف نقف، عم ينخزني من النص. ايوه. افتح تمك لشوف. ها. يا لطيف عليه شوفي. خير شوفي. هذا درسها فارط بالمرة. نعم. هي فارط وما نيمني الليل، شلون لو ما له فارط؟ يا ابو الفوز بده قلع. لا تقولها. قلتها وخلصت، بده قلع ما في كلام. وين تركتني ورحت؟ عم جيب الكماشي. يا عجل شوي. السلام عليكم، شو هالاجتماع الانفرادي هذا؟ شو عم تساووا؟ شو عم تساووا؟ صحيح شو عم بتساووا؟ بعدين نحن لازم نعرف بكل المستجدات يلي عم بتصير بالحارة. طبعا. أول شيء الله لا يسلم فيك ولا أضمن أنت وياه، كل ما سافرت بزبون بتفكروني عم أعمل أنا وياه مؤامرة. بلا شو؟ لكن شو عم بتساوي أنت ويالك ابن حماي؟ قلي شو عم بتساوي؟ لك أبو لمعي عم يقلع لي درسي لأنه ما نيمني ليلة مبارح يا جماعة. شو هالحكي؟ إيه تعال شوفه شلون فارط. ها؟ تحت ما قهتر. تحت أبو البوت. فارط ولا مو فارط؟ إيه والله.
حابين تصفوا مثل ابو الفوز لما عملنا له كاسات الهوا ما لقيتكم غير مطروشين طرش؟ لا حبيبي انا اسناني مثل اللولو ها واسناني انا اسناني بيطحن الصخر طحن. طيب ورجوني عرض كتافك انت ويا بمعيتك يلا عندنا شغل. السلام عليكم. الله يعينك على القلعه. الله يعينك انت ويا حماج. شو هالكتله يا اخي شو هالكتله؟ افتح لي تمك لشيء. ولا لك شو هاد لك بالفوز هاد تبع كدش؟ لك بلا لعي هلا اعطيني فوطه تعبى تمي دم. اخرب بيتك على الضرس. يا صباح افندي نحن ملاحظين عليك بانك مالك طبيعي. كلام الشيخ بلال مزبوط. انت مو على بعضك بهاليومين. ها سمعت؟ بقى لنا شو اللي شاغلك؟ شو اللي مضايقك؟ من احنا اهلك يا صباح افندي. يا اخي قلت لكم ما في شيء ليك. لا سيدي في شيء. يعني اذا متقصد ما تحكي هذا شيء ثاني. هو الحقيقه يا سيدنا انا صاير معي شغله بس هلا ما بقدر افصح عنها. ارتحتوا هلا؟ هيك قول من الاول. يعني الموضوع متعلق شيء باهالي الحاره؟ لا ما له علاقه باهالي الحاره بس يعني انا بس اتفضى بخبركم بالموضوع يلي شالشني. طيب ليش ما تحكي لنا من هلا وتريح بالنا يا صباح افندي؟ يا اخي ما قلت لكم الوقت المناسب، انا رح بحكي لكم كل شيء بذات نفسي؟ هلا نحن جايين نحكي بموضوع الحرمه ولا زنوا على راسي بموضوع من وقته؟ ايه؟ لا لا على راحتك يا صباح. اصبح خلونا نخف رجلنا شوي ورول عند هذا ابو نصوح مشان ما نتاخر على ابو طالب. اضمنتوا انه موجود بالبيت؟ ايه ايه انا بعت بدرو قلت له يقول له انه رايحين لعنده. على بركتك يا رب. لا اله الا الله. يا حاجة يا رب يا حليمة. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. صير الهرش خير لك. خير. منو هذا الشاب؟ وانت مالك ومال الشاب؟ اسألك تجاوبين تفهمين ترى والله تشوفين مني شيء ما يعجبك. ها سعود أنا ما أخاف غير رب البرية. لا أخافك ولا أخاف حد. وانت مالك عندي شيء؟ خير. تقدرين تقولي لي منو هذا الشاب؟ ضيف أبوي. بس الحكي اللي كان بينكم مو حكي ضيوف. جاي اطلب يدي بالحلال. اطلب يدك؟ وابوك ايش قال؟ وانت مالك؟ اسمعيني زين، انا ولد عمك وحق بيك من الغريب وما حد بالدنيا يقدر ياخذك مني تفهمين؟ هجوم السماء اقرب لك. والله لو ما يظل غيرك رجال على وجه الارض ما اقبل بيك. كيفك خشمك بالارض بالارض. قلت يدي حسن ما علم خلق الله عليك. بعد سد اثمك امي دخلين هيك. وانت شنو دخلتك؟ شو دخلتي؟ اسمعنا انا كل البقيان لي هون يومين ربي لي هون على خير مش ما اطلع بروحك. ايه؟ ايه؟ يلا قوم قوم. زين انا رايح بس وحياة عيونك راح اعاود. شو بدك؟ انا شايفكم يا هابد. شحني هون ما بلزوم للي صار ما بلزوم. شو بدك يعني عمي؟ شوف فايت على هالبيت ولا كأنه له حرمة وضل ساكت؟ والله انك ابن اصول وصاحب نخوة بعد. عن اذنك
لك هي بدر الدجا، هي ست الحسن. مين يا أخي؟ لك هي صاحبة الصوت الكيرواني. إن شاء الله تزبط معك يا أبو لمعي. يو لك مين أنت يا أخي؟ أنا أبو لمعي الحلاق، حلاق الحارة. يا ميت أهلا وسهلا. أمور بلغي زعيمنا وكبيرنا أنه أبو لمعي على الباب. بس أبي ماله بالبيت. يا لطيف ألطوف، شو هالحكي؟ على صلاة الفجر كمان اليوم ما إجا. يو إيه والله، مشان هيك انشغل بالي عليه، قلت لحالي بيجي بيسأل عنه. شغلت بالي يا أخي. الله لا يشغل لك بال، أنا رح أعمل كل جهدي لأعرف لك وينه، شنو أبو لمعي ما بيحط إصبعته بشغلي وما بتزبط. إيه الله يكتر خيرك. إلهي وإنت جاي تصيري من نصيبي يا صالحة يا بنت نور الدين، على ما أذكر اسم أم رويدة. إيه بس ما عجبتني تنادي لي أخي. لا ما عجبتني بنوب. شنو فال كلمة أخي مو حلو بنوب؟ بنوب مو حلوة على ما أذكر، والله أعلم. عبلة خانو ما كانت تنادي للأستاذ عنتر أخي. شو صاير معك عبلة معي؟ ضربك الدكاش؟ اضرب انت وابلة معي. لا حول ولا قوة إلا بالله. شو هالحكي ميمي؟ لكن وينه لهلا؟ حتى قال الحلاق تبع الحارة انه حتى صلاة الفجر ما صلاها بالجامع. والله غريبة، يعني ليش لحتى ما يصلي صلاة الفجر بالجامع كمان؟ السلام عليكم. عليكم عثمان، اهلين وسهلين. الله وبركاته. افتح الباب يا صلاح افندي. حاضر. اهلين سهلين. اهلين عضوات الحاره، اهلا وسهلا. تفضلوا استاذ الناس، تفضلوا. تسلم تسلم يا ابو نصوح. في شغله مو حلوه صايره بحقك يا ابو نصوح، حسب ما خبرنا سيدنا الشيخ. كلام صباح افندي مزبوط، ونحن جايين نوجه لك كلام شديد اللهجه. خير اللهم اجعله خير يا سيدنا، الله يخلينا لكم. شو مساوي بالاخر يا ابو نصوح؟ بالاخر يعني تفضلوا من جوا، عاتبوني قد ما بدكم يا سيدنا، مو بالحاره الله يخليك. لا لا لا، ما عندنا وقت، عنا مشاغل ومشاكل الحارة، والحج أبو طالب منتظرنا بديوان الزعامة. صحيح ذكرتوني، الحج أبو طالب ليش ما أجا معكم؟ بصراحة يا أبو نصوح، تفضل يا شيخ بلال. لو دير الزعيم بالشي اللي عامله كان لح يزعل كتير كتير. يا لطيف. لذلك اتعمدنا ما نجيب سيرة للزعيم ونحكي بيناتنا. ايوه بس لو ما امتسدت للشي اللي بنقول لك اياه رح نضطر نبلغ زعيم أبو طالب. ها يا جماعة عم تحكوا بالألغاز، فهموني أنا ما أفهم عليكم شو عم تحكوا. معقول تفرض الزواج على بنتك من شخص مو قبلاني فيه؟ أنا؟ إيه أنت؟ ولا كلام سيدنا الشيخ مو مزبوط؟ لا بس أنا ما يعني ما بدها بس يا أبو نصوح، الله عز وجل ورسوله الكريم أمروا بالرضا والتراضي لموضوع الزواج. قلت أنا بيجي أنا والعضوات نلفت نظرك وانك ما تفرض عليها الزواج من شخص ما بدها اياه، الله يرضى عليك. وهي نحن الاعضوات عاملين حساب نجوز العزابيه بالايام الجايه. خلي البنت على راحتها، وهي جوازه يعني. يعني لا تغصبها، الزواج بالرضا. وش عليه؟ هذا الولد ما هو ناوي يجيب هالبر. والله ومحمد رسول الله غير يجيب خشومه وبالتراب. واكل الله عمي، اكل لي فيه نصيب. انت بداري وما يحترمون ضيفي؟ العاد ما يصير ابد. عمي مرر لنا اياها بس اليوم، انا متاكد انه ما عاد راح يعيدها لاني ورجيته قيمته وطلعته بالخجله. ما هو يا وليدي بسبب اللي تقوله هو ما راح يسكت ابد، وراح يتعرض لك مره ثانيه وثالثه. عمي اذا تعرض لي وقتي اعمل اللي بدك اياه، ما بدي يصير مشاكل من تحت راسي، حلفتك بالله. لا اله الا الله محمد رسول الله. طول بالك يا بوي، ولا رأيي بعد من رأي محمد. عمي من بعد إذن جنابك بدي منك ترخص لي نمشي. هي عشان العرب تقول الحاج نوفل الطبراوي ما قدر يحمي ضيفه. أبوي معاه حق يا محمد، القصة قصة كرام. إذا أنتوا هيك شايفين
لا حول ولا قوة. بدرو يا بدرو. عليه بلمعي الزعيم بالديوان؟ لا والله مو بالديوان. خان السجار؟ كمان مو بالخان. شو عرفك؟ انهم شوي بعثوني العضوات لحتى ناديله، عم قالوا لي الشباب ماله هي. ايوه اذا مو بالخان ولا بالبيت ولا بالديوان وين بده يكون؟ والله علمي علمك، بس وين ما كان يكون لا بده يرجع بلمعي. من تالينا خذ اشرب لك دمعه قهوه. دائما ان شاء الله. لك شو بك شايفك مشوش ومو على بعضك؟ عود لا عود. اه عم دور على الزعيم وما عم لاقيه. بتلاقيه بالبيت؟ لا بالبيت ولا بالديوان ولا بالخان. معناتها بده يكون بقياده الشرطه مشان لمعات خانه. قلتها لك وين بده يروح؟ بمعيتك ابو شاكر انا فايت على الدكان، اذا لمحته ناديلي. شنو الي معه جوزين كلام بخصوص؟ يا ابو شاكر شو عندي مقترح؟ بده يعمل اعصار بالحاره. شو هالحكي؟ وشو هالمقترح العنيف يلي بده يعمل اعصار بالحاره؟ بعد ما ارضوا على الزعيم بعمل لكم اجتماع وبعرضوا على اوضاع الكتله. ها؟ إيه سعيد شو صار بدروس؟ ما عاد انتكشنا. بس نخلص من لمعات خانم الشيطان ويعد موها في شكل تاني وطعم تاني للدروس. عرب لي اياها ما فهمتها. شلون يعني بشكل تاني وطعم تاني؟ ما قلنا لك بس يزبط الفرمان منخبركم. شو بقى صاير لحوح؟ لح حوح شو يعني؟ يعني كتير غلبة. الله يسامحك يا ابو لمعي ما حبيتها منك بنوبة. يا شو بك ابو شاكر؟ مالك شايفني مشوش وعم دور على الزعيم وانت عم تسألني 100 سؤال؟ لا تأخذنا سفرنا اخطأنا منك السماء بس بلعق عليك لعالي بنادينا لك وصلنا لوقت الناس بتحب أعداء يا حبيبي خيراً تعمل شئنا الزوقة. روق وانبسط. طيب أتمنى لك أواعي العرس وباقي بكرة ننزل على السوق نجيب لك كم ذهب وخلافه وخالصي. يقبرني ربك أحلى أخ بالعالم. بس يستر عرضك يستر عرضك على السريع لأني لساتني مشلوش مش على بعاد. أنا وعدتك وما بخلف معك. شو بنا؟ كفو عبال ما نفرح بولادك إن شاء الله. عبال عندك يا شريف. معلش عمي أنا صار لازم أمشي. لا يا وليدي أنت دخلت البيت بكيفي ما تخرج منه إلا بكيفي. عمي الله يوفقك فهمني أنا ما بدي أعمل مشاكل لحدا. يا وليدي أنا دريت بالسالفة من أولها لتاليها وأنت ما عليك حق. عملت بأصلك والحق راكب ابن أخوي من ساسة هالراسة. بغض النظر عمي انا ما تحكي ولا كلمه بعد. وابن اخوي حسابه عندي. منت علينا عمي بس على حالتين انا بهاليومين بدي امشي. نشوف لكن الحين الزوم تبقى بيننا. بامرك عمي انت غالي على قلبي. تسلم يا وليدي. ورحمه ابي وامي تحت التراب يا افتكار. الزعيم ابو طالب وافى على شوري بس بعد ما يخلص من لمعات الشيطاني رح يلاقينا مركز دقالي الحارة المحوى الأمية يضبنا كلياتنا اشي لفي بيعت بسر. الحمد لله رب العالمين. يعني البيت ما عاد فيه الا بدك اياه. ما عاد فيه. حضري عشية للرجال وحطي لي بريق الشاي. لك ايه بتخلصي من غلاظة اعضاء الكتلة. بس بيني وبينك خير انا ما عاد فيني اتعلم. حما لك شلون فاتتني يا سيري؟ انت بكره بتصير من اهل العلم وانا بضلني من اهل الجهل وبصير بتنادي تعي يا جهله وروحي يا اميه. باطل شو هالحكي؟ لك انت زوجتي زوجتي ورفيقه دربي النضالي شيء. انت هيك بتقول؟ لا يا روح لا. اجتني فكره. شو هي؟ بما انه الزعيم بده يفتح لكم مركز لمح الاميه ليش ما يفتح لنا إلنا نحن كمان؟ لك يقبرني ربك على هالافكار. منين بتجيبي هالافكار السميدعيه؟ اه منين؟ تربايتك ابن عمي. لك الله يرضى عليك. نسيت اسأليك. تفضل. شو صار معك انت واختي بخصوص الحبل؟ اخ يا افتكار اخ
شو متمني هيك الله يطعمنا ولد يطلع هيك كربوج مثل حكايتي وفتح وسياسي محنق ويفتك لي شواربه. الداعي ام حسن قالت لي خلال شهر ببين معه، يا متعالج هون يا نطلع على بيروت. على بيروت؟ ايه على بيروت. لكان بدك تقنعيها تشحطنا معها على بيروت على حساب صندوق الزعامه. نزلك عروشي نتمشى بشارع الحمراء ناكلنا فرخ سمك صحن تبوله، الله لا يحرمني اياكي. ان شاء الله بيطلع نصيبنا على بيروت. ما تاكلي هم افتكاره، انا بمول عليهم للشباب، ما تاكلي هم. يعني بيطلع بايدك ابن عمي؟ باطل شيء، عم اقول لك صرت مسؤول كبير. يتقبر قلبي ان شاء الله. يسعد صباحك ست نادية. وصباحك يا عميد، أهلا وسهلا. حبيت إجي لحالي شنو حابب أحكي معك كلمتين. أهلا وسهلا، بس بصراحة يعني بتعرف لحالي بالبيت وما في. لا لا، نحكي كلمتين هون على الباب. أهلا وسهلا، تفضل. كنت عم فكر إنه يعني إذا ما عندك مانع نطلع نقضي شهر عسل ببيروت بعد العرس، منا منقضي يومين حلوين ومنا بطلتل على أشغالي هنيك. ايه شو عليه؟ بس بلا مؤاخذة، شو عندك اشغال ببيروت؟ في كان محل وشوية اراضي ومال كانت، لازم روح شقر عليهم. الله يزيدك من نعيمه يا حق، معناته منضرب عصفورين بحجر واحد، كمان انا واختي سعاد منشقر على مال كاناتنا واراضينا هنيك ببيروت. معناها استبينا. استبينا. خاطري. مع السلامة. حلمي. يا الله شو طالع من تمك مثل العسل. مريني يا روح حلمي. بدي اطلب منك طلب، بدي تنسيني كل الايام المره اللي قضيتها مع جوزي الاولاني اللي ما بيتسمى. وعد والله شاهد علي راح خليكي اسعد انسانه بالدنيا، وما بكون حلمي اذا ما وفيت بوعدي. خاطري. سلام. يلا يلا يا جماعة، هلأ بتجمد السمنة. شبكون عم تتصفنوا ببعض، قوموا جيبوا باقي الغراض. جيبوا المخلل والبصل، في بصلة هلقد عندها، هاي لحدا من يدو عليها، هاي لإلي. يلا بسرعة، هاتي الصحون، هاتي. نعلم. السلام عليكم يا شيخنا. صدق الله العظيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خير يا تيسير، شو في؟ بصراحة يا شيخنا بدي أحكي لك عن تصرفات معلمي صباح أفندي. خير يا ابني، شو بصباح؟ داية أخلاقه كتير وما بيحكي غير بالعياط والإشياط يا شيخنا. أوف أوف، وليش بقى؟ لو بعرف ليش ما كنت أجيت وخبرتك يا شيخنا. هيك لكان. واليوم الصبح عصب علي وضربني كف مثل فراق الوالدين. يا لطيف، وضربك كمان؟ ليك لهلأ معلم على خد الكف يا شيخنا. حسبي الله ونعم الوكيل. قوم يا ابني انت روح وانا بعدين تشوف شو هالشغلة. بأمرك شيخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حسبي الله ونعم الوكيل. مالك حق بنوب تخلي الخلايا يلاحظوا تبدل أطباعك يا صباح. لا، ولما منسأله شو صاير معه ما بينطق ولا بكلمة. قولوا بسم الله يا جماعة، تفضل. بسم الله بسم الله. وين فحل البصل اللي قلتي عنه؟ نكرسيو ليام بسيطة، هلأ باكل من هدوني. معلش تقبريني، دبري حالك بهي البصلات. هاتي لشوف، هاتي تقبريني، هاتي. غير شكر عبدو، لا تقلي في آخرة. النار لك مو عبدو. أم يحيى أم يحيى. بسم الله.
ميت أهلين وميت سهلين. صحة وهنا تقريبا. صحة وهنا. وصلت عمي رجدي، وصلت. ميت خدمة مثل هالخدمة. شو هالحكيات؟ عم قل لك الزلمة صاحبي بمون عليه. يعني رح يراعينا؟ لك شو عم قل لك؟ عم قل لك بمون عليه، يعني بتحمل وبتمشي. لا عمي أبو لمعين، ما بدي أحمل وأمشي. أنت بتعرف إنه نحن دبساتنا مرار. بألف يا ولد لجمعنا هالكم ليرة بدنا نجوز فيهم هالولد. يعني بدي راعيني وبس. لك يا أخي براعيك، الزلمة مو بعينه شبعان. طيب شرف روح لعنده. ما بدك زعيم يرجع؟ ليش هلأ هو مو بالخان؟ لا بالخان ولا بالبيت ولا بالديوان ولا بالحارة، شنو مرقت عنده من شوي ما لقيته. أيوة، يعني برأيك هو بيطول ليرجع؟ والله ما بعرف، المسكين مشلول شلشة كبيرة. خير؟ مشان قصة لمعات ما هربت من السجن؟ أيوة. وما رح يهدى له بال ولا تغمض له عين لحتى يشوفها مشنوقة بساحة المرجي. طيب هلأ نحنا شو لازم نساوي؟ أخي بنحمل حالنا ومنروح منشوف البضاعة، وبس يجي بنحكي معه بالسعر. شبك عم قلك ما بيقصر. شرف شرف سيدي شرف. تفضل يا فندي تفضل. يا الله يا حيوس باع البر. أهلين أبو لمعين. أهلين وسهلين ومرحبتين. أهلين أبو لمعين. السلام عليكم. وعليكم السلام يا هلا. صديقي وحبيبي رشدي أفندي، بدنا ننقي له كم سجادة من عندكم. إيه شو عليه؟ مو من عيوني التنتين، لا تاكل عم أمي. شو نوع البضاعة اللي بدك إياها؟ في سيراجي وفي عجمي. وتبريزي. تبريزي يعني. لا بس أنا يعني ما بدي شيء غالي، بدي وسط وتحت الوسط. دبسات امرأة وانا ما عندي خبره بهيك امور. لا تاكل هم، طالما جاي مع ابله معي رح تاخذ بضاعه ما صارت بالشام كلياتها. كتر الله خيركم عمي. طخي نقي البضاعه اللي بدك اياها والشباب ما بيأسروا. يلا تفضلوا تفضلوا. عمي هاي السجاده هون هون، هاي تبريزي، هاي من النوع اللي على كيفك يعني. شوف لي هاي، شوف لي هاي، هاي عجميه، هاي عجميه وهي عجميه. بدر الدين ارجي هديك لشوف له شوان. وهي كمان عجمي، شايفها هدول بيضلوا بس مع الوقت. شوف لي هاي، شوف لي هاي، شوف هاي، هاي نول، هاي شغل ايد على كيف كيوفك. وبدك تسال، اسال ابو لمعي، ابو لمعي اخذ منك. اخذت ثلاث قطع ونهرب. هاي منيحه منيحه، هاي منيحه، ارفع شوفك. لك لك شوف لي هي، شوف لي هي، شفتها؟ شفتها؟ عمي خذوا راحتكم شوي لنروح نجيب لكم السجاد اللي جوا ونرجع. قول يا رب. يلا انت ما تاكل يا عمي، اذا ما رجع الزعيم من غير شغل الشباب بيراعونا. نقي البضاعة اللي بدك اياها. لك يا بدر الدين جيب لي البضاعة اللي جوا. تعال تعال اللي شو الحكي شرف عمي. شرف قاعدين ابطالين؟ لك شو قاعدين يا مندوح افندي؟ شو عم تحققوا مع رجل سياسي؟ مو قال لك سياده المقدم التحقيق بده ياخذ وقت، المساله مو سهله يا ابطالين. ما اختلفنا يا مندوح افندي، بس بدك للوقت. اذا كان المتهم على علاقه مع لمعات خانو رح يعمل كل جهده يا ابو طالب للانكار. مزبوط، لانه في حال اعترف رح يصل للاعدام يا ابو طالب. هلا اذا بترجع الي انا متاكد انه له علاقه معها. مو بس هيك، هو اللي كان عم بينفذ كل مخططاتها. حتى لو كان كلامك صحيح يا أبو طالب لازم يقر ويعترف حتى نتابع باقي الإجراءات. حماك يا ممدوح أفندي. أخي الله يرضى عليك، إذا صار شيء جديد خبرني، والله إيدي مربطة وأشغالي واقفة. طالما بتوقفي أعمالك وأشغالك خلينا قاعدين متونسين فيك يا أبو طالب. يا رجل صلى من الصبح عندك. السلام عليكم. عليكم السلام. الله معك أبو طالب. عزام مصابر مصابر خير ان شاء الله. انا زعلانه من مريم كثير. يا ليش لا سمح الله؟ إيه لكن معقول مثل سميره كل هاللطافه وكل هالنظافه وكل هالقطافه ما تعرفنا عليها من زمان؟ هلا مشان هيك زعلانه؟ ايه مشان هيك بس. بهي معك حق، خجلتوني يا جماعه. صدقيني صدقيني انه انت بتنشربي مع المي العكري. صدقيني وانت كمان يا ام. ام يحيى لبقي. ام يحيى تشرفنا. بدك تزورينا؟ ها ايه اكيد بتشرف. يعني نحن مالنا عالم وناس لحتى الكل يحكوا مع حبايبهم الا انا يا ست مريم. يو هذا انت؟ ايه انا. بعد اذنك ست مريم اعطيني ام عبدو لاحكي معك كلمتين. ايه يلا لحظه تكرم عينك خالتي ام عبدو.
خالتي ميها تفضلي تفضلي، ابوي حكى بده يحكي معك، تفضلي. شنو بدك تشكري قاسي؟ فاتوا عغزولي وبعث لي حمى تسلق بدني، نسيته لابوي يحكي يشكر قاسي. تفضلي خالتي ام يحيى. سلام من صبا برد أرق ودمع لا يكفكف يا أبو يحيى. لا تجيبي لي سيرة بردة لأنه روحي ناطفة على سيران بالربو يا أم عبدو. يوه رح أزعل منك أبو يحيى، شبنا مو لبقي أنا هلأ صار أم يحيى مو أم عبدو. لا تأخذيني لا تأخذيني من شان الله، والله نسيت نسيت يا أحلى أم يحيى أنت. خلاص أم يحيى أم يحيى. تسلمي لقلبي شو مزوقة. يلا خاطرك خاطرك. أمانة يا جماعة أمانة تعيدوا هالزيارة لأني كتير كتير حبيتكم. ونحن كمان حبيناكي وأمانة أنت تعيديها. بتشرف يا أم يحيى. لك إن شاء الله بتقبري عيوني، شفت شلون لقطتها من أول مرة أم يحيى؟ ايش انه ما بتعرف انه كان لبقك من قبل ام عبدو. هلا بتعرف ولا ما بتعرف شو اختراع الشغله يعني؟ هلا ايمونا من الحديث وخلونا نمشي بقى. امناكي من الحديث خالتي. يلا بخاطرك ست سميره. مع السلامه شرفته. كتر خيرك سميره خانم على التليفون، وان شاء الله ان شاء الله بنرد لك اياها بالافراح. يو تليفون وصاحبين التليفون والبيت كله على حسابك. لك تسلمي لي ما احلاكي. انا كتير كتير حبيتك يا ام يحيى. أنا مو بس حبيتك، انشلمت كمان بكرم ضيافتك. يلا بخاطرك تقبريني. مع السلامة، أمانة عدوة. إن شاء الله. ست مريم؟ خير ست سميرة، تفضلي. بس بدي أسألك، شو صار معكم بخصوص الموضوع تبع أختك صالحة؟ حظنا معكم مو حلو ست سميرة، لأنه كل ما بدي إشي لفاتح أبي بالموضوع بتطلع لنا قصة. خير إن شاء الله. يعني بالآخر طلعت لنا مشكلة لمعات. شو بها لمعات؟ وطلعت عايشة اللي ما بتخاف الله وهربت من السجن. يوه يا لطيف. اي نعم، والدنيا قايمة قاعدة عليها، وعلى الأغلب هي ورخطيفة أبي ومقتل أخي كمان. كمان؟ لك شو بكنوا يا جماعة؟ تاركينا واقفين بسطعة وانتو عم تحكون. يلا جاي جاي، أنا بهاليومين بمرق لعندك وبخبرك بالتفاصيل. يا ريت. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. بخاطركم. صلاة محمد عم تحكي عن جد سيدنا؟ والله مثل ما عم اقول لك يا ابو يحيى. طيب وكيف عرفت سيدي؟ مو قال لك كنت عم بحكي مع مريم ولا نسيت؟ ايه صح. وخبرتني كمان انه هي ورا خطيفة عمي ابو طالب. الله اكبر. ومو بعيدة ابدا تكون هي ورا مقتل طالب. معقولة انه تكون هي ورا مقتل طالب؟ كيف وشلون؟ هلا على قول مريم انه هي تخمينات عمي ابو طالب، بس التحقيقات جاريه ومو بعيده ابدا يصلوا لهي النتيجه. ما عم صدق. يا سيدي صدق، اذا جاهز خلينا نمشي. ايه أنا رايق لك طلال، رايق كتير، وبعرف أولتها وآخرتها رح يعترف، بس أنا خجلان من سيادة المقدم، من روحتي وجيتي لعندك منه. دخيل اللي خلقك زعيم، أنت كل الخلائق بتتمنى أنك تزوره وتطلب منه شيء، لأنه خيرك سابق على كل البشر. استغفر الله، روح عم بيروح، شوف شغلك. تأمر زعيم، بس خليك رايق. إن شاء الله إن شاء الله. نورت زعيم. شو يا بدرو؟ العضوات هو؟ والله ما لهم هون العضوات. وين راحوا؟ على حد علمي راحوا يشوفوا هاي الحرمه اللي بدها تداوي حريم الحاره. كثير منيح. شو خلي حسن يجي لعندي؟ يلا بامرك. زعيم زعيم الله لا يحرمني. لينا ابو لمعي. الله لا يحرمني. السلام عليكم. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. صديقي وحبيبي رجدي افندي. يا ميت اهلين وسهلين. يخلينا اياك يا زعيم. اهلين اهلين. من اخره زعيم؟ اخي رجدي بده يجوز ابنه، بس يعني المشكله دبسات امرأة. مرأة مو شوي، كتير مرأة. نحن بالخدمة يا ابو لمعي. مشان هي المناسبة بدنا كبسة دجاجة من عندكم، بس بدنا اياك تراعي شوي. بسيطة بسيطة ابو لمعي، ضيفك ضيفنا، روحوا على الخان وقل له الشاب من طرفي. نحن على كل حال بغيابك رحنا نقينا اللي بدنا اياه،
بس عم نستناك ترجع بالسلامة مشان ناخد ونعطي معك بالسعر. ولا يهمك أبو لمي، شايف صاحبك؟ عمي روحوا على الخان احملوا وامشوا. ما قلنا لك زعيمنا أهل الكرم وكله مفهومية؟ كتر الله خيرك يا زعيم. هذا من خير رب العالمين يا أخ. الله معكم. كتر الله خيرك. مرحبا عسون. اهلين ابو لمعي، شو شايفكم ورجعتوا؟ هلا شفنا الزعيم وقال له لرشدي افندي نقي البضاعه يلي بدك اياها بتحمله وبتمشي. ايوه، ومشان هيك جايين نقي البضاعه. ايه شو عليه؟ شرفوا تفضلوا، المعلم طلال جوا. تفضل رشدي افندي. شرف حسون. روح. يا ترى شو بده الزعيم من حسن حتى ندهله؟ والله شي بجنن. عود عمي حسن، عود. مرني عمي ابو طالب، في جوز كلام بدي احكي بيني وبينك. صاغي لك يا زعيم. عمي رشدي افندي، اترك الشباب ملتين بالحسابات ونقل البضاعه اللي بدك اياها. خلص قبل معي، انا اعتمدت على هدول. اخر كلام؟ اخر كلام. معناتها رح خبر الشباب ومشان الحمد لله هون. قبل معي خير، شو بك متلبك؟ يعني انا مو قصه متلبك. شلون ما لك متلبك؟ من وقت ما فتنا على الخان وانت عم تتلفت يمين وشمال. بصراحه يا ابو لمعي انا خايف. يا باطل، مين شو خايف؟ من حرمتي. ليش؟ شو حرمتك؟ موسوسه كثير يا ابو لمعي، خايف ما يعجبوها السجاجيد. شو يعني؟ يعني معلش بكره جيب معي حرمتي خليها هي تتفحص السجاجيد وتنقيهم بذات نفسها سجاده سجاده. شو قال؟ احكي هذا الحكي من الاول، ما بدك لها الصفن. يعني معلش جيبها بكره هي تنقي السجاجيد. طبعا معلش، انا ابو لمعي عم اقول لك بون على المحل كانه الي. شو الحكي؟ معناها خلينا نعتذر من الشباب ونأجلها لبكره كرمالي ابو لمعي. وين المشكله؟ ما في مشكله، تفضل رجلي افندي. يعطيك العافيه عمي طلال. اهلين عمي ابو لمعي. اخونا رشدي كرباج بعد عرف نقى سجاد، في مشكله اذا جاب بكره الحريم هن نقوا سجاد. تمون علينا انت، الخان خانك عمي. كتر الله خيركم. السلام عليكم. وعليكم السلام. لبكره، يعطيكم العافيه. الله معكم عمي. عمي طلال. ايوه. قلتك شو بده الزعيم من حسن حتى بعت وراه؟ شو بعرفني انا؟ ايوه. خير ان شاء الله. ضل عنا شي حسابات؟ لا لا خالصين. أنا صباح أفندي. أهلا وسهلا صباح أفندي. أهلا وسهلا، شرف. الله يزيد شرفك. عناية خانم موجودة؟ إيه موجودة. خير، شو بدك منها؟ قولي لها أني أنا على الباب لأني عاوزة بموضوع كتير ضروري. أيوة، شو هالموضوع الضروري بالله؟ أنت قولي لها، هي بتعرف. إيه على عيني. تسلم عيني. على إذنك. ما كان في قدامي غير هالحيلة حتى أتصبح فيها وآخذ وأعطي معها، لأنها بالحقيقة رخبطت كياني ومعيشتي. شرفت وآنست صباح أفندي. الله يزيد شرفك ومقدارك يا رب. قالت لي أختي إنك جايب موضوع ضروري. خير؟ إيه إيه نعم. تفضل شرف. لا معلشي، نحكي هون على الباب. مو حلو نحكي على الباب. لا معلشي، حلوة واليومات جاي إن شاء الله. طيب احكي لي شو الضروري، لأنك بصراحة شغلت لي بالي. الله ليش غلك بال على محبي يا رب. والآية صباح أفندي. بصراحة تفضل. بصراحة ما بعرف شو بدي أقول لك، يعني يمكن نحن ما تحاسبنا على حق الأمهايش.
ايه سعيد، لحظة لجيب لك المصاري. لا لا ما في داعي، أنا ماني ملاقية حلوة نتحاسب هون بالحارة يعني. قلت لك تفضل، بس جنبك متقل حالك علينا. أعوذ بالله، بالعكس أنا لم تقل حالي ولا شيء، أنا إلي الشرف. بس 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 شو؟ بس يعني أنا مالي شايفة حلوة فوت لعنكم على البيت وأنتوا لحالكم. إيه لا صباح أفندي، مو بالأساس نحن قريبين. إيه على عيني وراسي القربة، صدقيني على قلبي أحلى من العسل والله. وأنا كمان. صلاح محمد؟ إيه نعم. أنا خانوم، شو رأيك يعني نتحاسب بمكان تاني؟ وين حابب نتحاسب؟ محل ما كنا نجتمع من زمان. إذا هيك حابب ما عندي مانع. معناتها أنا رح أسيبك فريرة، لا تتأخري. لا لا مشوار الطريق. قولي. لا إله إلا الله. مشي عمي حسن. مشي زعيم، روح الله لا يحرمنا منك ومن كرمك يا رب. الله يخليك يا حسن، أنا بهالكم يوم لا أتفضى بمرق لعند المنكون وبحط الوالدة بالصورة. بتشرف بيتك ومطرحك زعيم. روح عمي، روح عشغلك. روح الله يجبر بخاطرك مثل ما جبرت بخاطري يا زعيم. لا يا حسن عيب، هذا واجبنا. يسلمني ربك اللي ما بتنسى الواجب والمفهومية يا زعيم. الله يرضى عليك. يلا السلام عليك. مع السلامة، الله معك. شو عم تحكي اختي؟ شو عم تحكي؟ لك ايه ايه ساكنة ساكنة جوات قلبك. ساكنة جوات قلبه جاي حاسبك بحق الأمانشك اختي. لك هي حيلة يا جدبة. شلون يعني حيلة؟ فهميني. لأن حفيده كعيد لحتى حاسبه وما قبل ياخذني. ايوه شو هالحكي؟ لذلك ما لقى حجة إلا إنه يجي يشوفني غير هالحيلة. ايه وشو ناوية تعملي هلا إن شاء الله؟ مو طلب نلتقي؟ معناتها في حكي بدمه. ايه بصير خير. خليني روح شوفه وبس أرجع بحكي لك شو بصير. بخاطرك اختي. الله ييسر لك اختي. الله معك. حسن شو بدك؟ شبك وين رايح هيك مستعجل واخذت اذن من عمك طلال؟ وين رايح؟ عندي مشوار كتير 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 مهم. ايوه وين هذا المشوار اللي هيك مبسوط ومزهزه فيه؟ ايه مو شغله. بدرو شحني تاج راسه لبدرو. معلمه لبدرو وهي احلى دمعه. بتروح بتنادي لي بدر الدين من الخان. اي على راسي وعيني. صحا لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللي بدرو الزعيم بده اياه. الزعيم او طالب بياني. اي لك اقبلني ربك على خبري. روح روح لشو شرد. خلينا نروح نصبح على خالتك الجابر ونستعجل بنروح على عند نادية وننزل على الصاغة دغري. منت علينا شوي بس ليك لك حلي ان شاء الله. خلينا نقضي هالكم شغلي على السريع لانه قلبي ناقزني وماني مرتاح. اوهو علينا هيك رح تعكر علي جوازتي شبنا واحد الله. لا اله الا الله. لا تعكر مرائي من عند الصباح. ايه ما بعرف خويف لهالدرجة يا رجل. ولك انا ماني خويف بس طالما هي اللي شغلني لمعات برات الحبس بخاف تجي تطب علي هيك طب غم ونخسر كل شيء تعبنا منشانه. ايه ما راح يروح علينا شيء، انت بس قوي لي قلبك شوي. لا حول الله. امشي شربك. بتتذكري ايام زمان لما نلتقي ونكون مهمومين شلون تنقلب الهموم لافراح ومسرات؟ ايه بتذكر. الله يرحم اهلك. ما بيجوز عليها الا الرحمه. حرمتني منك عشان المصاري. مصري. طيب وهلا؟ احكي صباح فندي. الك ولا لدي؟ خسرتي. الحقيقه انا نفسي اتاهل وبعمل عيله بهالكم يوم اللي بقيانين لي بهالعمر. لساتك شباب صباح فندي. لا عم تمزحي. بزمتي وديني. يعني ما عندك مانع؟ بشو؟ يعني نحط الخبزات مع هالجبنات ونقول يا مقسم الأرزاق. يحصل لي الشرف صباح فندي. يا سلام افرح يا قلبي افرح.
معناتها أنا رح روح رتب أموري مع العضوات وفاجئ الكل بإعلان جوازتي. الله يقدم لي في الخير يا رب. بحياة عينيك، لعمل لك عرس مطنطن ما صار مثله لا بالشام ولا بالعراق ولا باليمن. المهم تجمعنا مخدة بالحلال يا صباح أفندي. لك الله يخلي لي إياك يا حق. تفضلي تفضلي. ما عم بتفوت بعقلي؟ عمل لك الزعيم أبو طالب اليوم فاتحني بموضوع جوازتي من بنته. يوه والله ما بتفوت بعقلي. معلش يا مو، فوتي لي اياها باهلك. وقال لي انه بكره بس لقطوها للمعاد خانو رح يتم كل شيء بشكل رسمي. ولك الله يجبر بخاطره على اللفته الحلوه هي، لك كله ذوق. لكان انا ليش تركت الشغل واجيت لعندك واعوركها؟ مو مشان بشرك هالبشاره العظيمه تقبري قلبي؟ لك الله يبشرك بالخير، يا رب، يا رب بتكملها معنا على خير وسلامه يا رب. وعدني بس يمسكوها للمعاد خانو رح اسفق اجوازي ما صارت بالدهر والازمان. لك الله يسمع من تمك، الله يسمع من تمك. آمين يا رب العالمين. آمين. الله لا يحرمني الحكومة كلها. أهلين. معك أبو لمي حلاق الحارة. معروف. شفت شلون معروف؟ أخي رشدي صديقي وحبيبي، احفظ لي هالسحنة بمعيتك. حفظت. أخي كل ما فاتوا طلع الحارة لا تزعجوا لأنه بيكون جاي لعندي. كرام عينك وعينه يا أبو لمي. على راسي الحكومة. مين ما بيوقفك بتقله رايح لعند أبو لمع الحلاق. علم. وإذا وقفوك تاني مرة وضايقوك خبرني مشان طلع لك بطاقة من ديوان الزعامة لتسهيل المرور. كتر الله خيرك يا أبو لمعي، فضلت على راسي. أنت بتأمر رشدي أفندي. يلا سلام عليكم. الله معك، مع السلامة، يعطيكم العافية يا حكومة. الله يعافيك. أبو لمعي أبو لمعي، لقى جبك مشلوش هيك ومشغول بال رايح جاي مثل مكوك حايك، تعال شوي تعال. آخ يا أبو شاكر، آخ شو بدي إلك لإلك، مشاغل. شو هالمشاغل اللي عم تخليك تفتل مثل البلبل والزنبرة؟ كله هاد لخدمة الحارة وأهل الحارة. حطنا بالصورة ولا نحن مونا أعضاء الكتلة؟ طبعاً نحن بكتلة واحدة والله لا يفرطها، بس شوف الزعيم بخبرك شو بصير معي. بعلمي كنت عند الزعيم انت وصاحبك هذا، ما بعرف شو اسمه. مزبوط، بس بدي اشوفه مشان موضوع تاني. السلام عليكم. اهلا بدرو. الزعيم ابو طالب بده اياك عمي ابو شاكر. طالبني انا؟ اي نعم. بخصوص شو؟ علمي علمك. شريت. ايه؟ خدني معك. اه؟ خدني معك. قوم تفضل. شو بدني؟ يا ترى شو بده الزعيم؟ والله وشوش لي. والله هلا 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 أصدق أفضل من شو السيرة لك زينو؟ الله أعلم. تعرفوا يا شباب؟ إيه؟ أنا شايف لكم أبو لمعي وأبو شاكر عاملين حلف وزابليننا على جنب. شايف يا أبو شوكر؟ شايف؟ شايف لكن ما دي شايف. زينو؟ شو قصة التحالف اللي صاير بين أبو شاكر وأبو لمعي؟ كونك يعني أنت الصهره لأبو لمعي؟ يحرم علي إذا بعرف يا أبو مرزوق، يحرم علي إذا بعرف. والله مالي خايف إلا نطلع من المولد بلا حمص. أولاك لك شغلة فيها غموض غموض. يا مو يا مو. خير يا مو؟ ليش هيك عم تدق الباب حتى تكسره؟ لك مبسوط خيرات الله، مبسوط خيرات الله يا مو، لك مو عطي فرحتي لحدا. تقبل قلبي شاء الله تضل مبسوط، بس على شو؟ الزعيم أبو طالب، الزعيم أبو طالب يا مو. مسك لمعاد خانو؟ لك لا يا مو. لكن شو؟ حكى معي بخصوص كريمته. عم تمزح؟ ورحمة تراب أبو بدر الدين يا مو، حكى معي بخصوص جوازتي. تقبل قلبي عود فرفح لي قلبي بالأخير. هذي يا مو، هذا يا سيدي. أنا بسجلهم عندي، ما خلينا زعيم في موضوع ضروري لازم أحكي لك. بس لنخلص حديثنا مع أخوك أبو شاكر وفطارك. أبو لمعي روح هلا نص ساعة وبعت وردك. إي والله كثير نص ساعة زعيم. طيب راح أختصر الحديث مع أبو شاكر. قديش يعني؟ هي لو كفرنا بقى مريحة طيبة، خليها تفرج شو كثيرة من الزعيم. شو بنا؟ شو بقى عم تتشفتر علينا؟ ليش عم تفوت مرات الصحن أبو شاكر؟ هلا خلص الزعيم ما كنت تفرنا مريحة طيبة. شو دخل واحد والله أنت وياه؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. أنت علينا زعيم، أنت علينا. والله حيجننا. حاصل أمي. أولادك كيفهم؟ الحمد لله ساتر المولى زعيم. الحمد لله. أكيد البنات تجوزتهم. وجوزنا الصبيان كمان بعد ما ماتت الحرمة، جوزنا البنات ولحقناهم بالصبيان. رحمة الله عليها. تعيش زعيم. معناتها لحالك أنت بدون حرمة صلك يعني شي 6-7 أشهر ما هيك؟ إيه نعم. كتير يا أبو شاكر كتير. ما فهمت عليك زعيم، شو قصدك؟
جايك بالحكي يا ابو شاكر. لك إلي أنا يقول لي إياها الزعيم بعضمة لسان وطلع من الديوان شنو إلي جوزين كلام مع أبو شاكر؟ لك أنا ينقل لي هالكلام؟ لا ما حبيت بنوب بنوب. بعدين شو الحديث العظيم يلي بده يفتحه مع أبو شاكر؟ ولي ليكون بده يحطني ويسلم الصندوق التبرعات لأبو شاكر؟ إيه لا على دمي ما بترك المنصب. أساساً هذا الصندوق أنا عملته على حسابي، طويلة بقصيرة بدي إياه، إذا بيعملوا علي انقلاب ما بتركوه. ديانة يا بلدورة أكبر أي مرة نزلت إجاز يا جندية يا بطافة بزاريا بزاريا لدوني يا بزاريا أخضر فريا نعنى أخضر فريا أبو شاكر؟ لك يقبر لي ربك شو بحبك. شو كان بده منك الزعيم؟ شغلة خاصة. شو هالشغلة؟ أبو لمعي شو بنا؟ أنا بقول لك شغلة خاصة بتسألني عليها؟ عم تخبي علي لك أبو شاكر؟ لك مو قصة تخبي عليك يا أبو لمعي، بس نبه علي الزعيم إنه ما أفتح السيرة لحتى ينقل قبض على لمعات. بحيات أختك، ليش هيك عم تحكي يا أبو لمعي كأنك عم تسبني؟ ما بتعرف إنه أنا ما عندي إخوات بنات؟ شنو أبي الله يرحمه ذريته كلها صبيان؟ شو هالحكي؟ هاتوا لشوف شو عم تحكوا وتتوشوشوا كل هالوقت ابن حميد؟ ليكون صاير شي بيناتكم ها؟ ولا رح تخبوا علينا يعني؟ شو يخبوا ما يخبوا؟ احكوا امسونا احكوا. اخي طالما صاروا هون اعضاء الكتلة لازم تقلنا شو كان بده منك الزعيم. ايه ابو شاكر لازم تقلنا لانه ما في حدا من بيناتنا غريب. هذا يا سيدي وبلا طول سيرة بصراحة الزعيم شفق علي وحشافني المال وحابب يجوزني. حلو والله بيطلع لك يا عمي اياما. الله يبارك فيك يا زعيم. تستاهل ابو شاكر تستاهل. وعرفت مين بده جوزك؟ والله على قولته بنت حلال من ظهر حلال مصفاية مثل اللبن ومثل الحليب. وقال بتخصه شو لك شبك جنيت بالكاس وعلف بدل ما تفرح لي كمان. الله يوفق لنسفه. مبروك ابو شاكر. مبروك ابو شاكر. خبر حلو بسر وبنومه بيطير العقل. تشرب شاي؟ روح لي على دكانتك روح تشرب سب انت الثاني. لا عمر منين جاب هي الخبريه ابو شاكر؟ بده جوز الزعيم. شو بكون عم تتصفنوا ببعض؟ لا ما في شيء يا خانم. يعني يا خانم انا قصدي شو اخذني انا مع رشدي وعلى قوله انه الحاره قايمه وقعده. ما سمعتي لما قال رشدي انه صاحبته بالحلاق ما رح تخلي الشرطه تتعرض لكم؟ مزبوط هالكلام. لك شو مزبوط؟ شبك دغري خرست؟ احكي لها للخانم فهمها اقنعها نروح على بيروت قبل ما نقول يا حيفو يا ندى. وليه انت كل ساعه والتانية بدك تجيبي لي نفس السيره؟ اسمعي كلمتين، أنا ما رح أطلع من الشام لحتى صفي أموري، وبدك تروحي على بيروت روحي أنت وجوزك لحالكم. لوين بدي روح يا خانم؟ أنا ما بعرف أتحرك أي حركة بدوني. إلك أنا خرسي لعيتي قلبي لعمى بقلبك. الله يرضى عليك يا سكينة. يعني اهدي روح. اسمع رشدي، بكرة بتضب أغراضك وأغراض مرتك وبتنقلعوا من هذا البيت، عم تفهموا؟ لوين بنروح؟ على جهنم الحمراء ولا قلك؟ هلأ بتضبوا أغراضكم وبتنقلعوا يلا. قلت لك لوين بدنا نروح يا خانم؟ عجهنم الحمرة اللي تاكلك ان شاء الله، انا ما بقى بحاجتك منوب. وحدي الله يا خانم، مو وقته هالكلام، ما وصلنا لهون. لك الله ياخدك وياخد حرمتك، يلا نقلعوا من وشي، ما بقى بدي اياكم. لوين بدنا نروح؟ ما الدنيا قايمه قاعده علينا. اسمعوا، معكم ساعة، بتضبوا كراكيبكم واغراضكم وبتنقلعوا بسرعة، عم تفهموا؟ بسيطة
طالما طلعت من الخانم يلا خلينا نضب اغراضنا ونتيسر. وين بدنا نتيسر بعد ما تورطنا مع الخانم يا بني ادمه؟ ندبر راسنا. يا كيف ندبر راسنا ونحن مرتكبين جرم؟ يعني اذا مسكنا رح نروح فيها اعدام. لك ما عم تفهم يا بني ادم، ما عم تستوعب. لك بدي انا نشيل الزلمه نخطفه ونجيبه لعنا. لك شلون؟ لك يا سكينة، يمكن خطيفت أبو طالب من القنوات لهون أسهل من هريبتنا. لك شلون يا بني آدم؟ شلون؟ وحسب ما فهمت منك إنه أبو طالب زعيم حارة ورجال حواليه مثل الدبابير. لك يا بني آدمة، أنت هلأ اهدي وركني وخلينا نفهم الخانم كيفنا نخطف الزلمة، بعدين قلنا كلام تاني معها. لا حول ولا قوة إلا بالله. هلأ أنت ساري خانم واتركي كل شي على الله ومنسمى علي. ممكن يكون عند الخانم خطة لخطفه لأبو بطيخ بطريقة سهلة وهوينة. بشرط واحد. قولي. بتقنع الخانم أنه بأسرع وقت نهرب على بيروت. ما هي متمناية أنه تهرب اليوم قبل بكرة. لك يبعت حمى للساعة اللي قبلت فيها هربة من السجن، ويبعت حمى للمصاري وللذهبات وللخلفة. وحدي الله يا بنت الحلال، والله مو وقته لهالكلام هاد. اللي صار صار، خلص تورطنا. لا إله إلا الله، محمد رسول الله، استغفر الله العظيم. مثل ما فهمتك، هلأ أنت سايري الخانم وتركي كل شي على الله ومسمى علي، لأنه هلأ طلعتنا من البيت والهريبة راح تضب فينا الشرطة والباقي عندك. يا خانم يا خانم تفضلي إذا بتريدي. خلص ما بيصير غير كل شي بدك يا. يا الله لا يحملنا الزعيم، نحن بلاك لا شي، انت الشيء ونحن الدار. يا ميت عليه وساليه شرف. أنا ما راح أطلق، عندي زوزين كلام هيك على السريع. أحكي. عم اقول انا عندي مقترح. لحظه ابو لمعي، الله يرضى عليك، المقترحات اجل ليها لبعدين لانه راسي مشلوش ماني فاضي بنوب. ولا قال لك مر لعندي المساء على البيت بنحكي على رواق. ايوه بس. بس شو؟ احكي. عندي سؤال هيك على السريع وبدي بمعيتك الجواب كمان على السريع. احكي. صحيح بدكم تتجوزوا لأف لا بشاكر؟ مزبوط. يعني عن جد؟ ايه عن جد يا ابو لمعي. عندك مانع شيء؟ اعوذ بالله، شو عندي مانع؟ بس يا. بس شو؟ احكي. ومين رح تاخذوا له زعيم؟ بعدين ابو لمي بعدين. وانا زعيم؟ شو انت؟ يعني الله اذا ما رزقنا الخلفه فينا نتني، مو عيب. لا لا مو عيب ابدا. يا الله لا يحرمنا يا اله يا زعيم. بس قصدي ابو لمي، الله يرضى عليك، قلت لك راسي مشلوش بعدين بنحكي. منت علينا زعيم، منت علينا. بدرو. جيب الحنطور مع ابو يوسف الحاني على المقفر. امرك زعيم. حسام بدر الدين، ديروا بالكم على الخان، رايح وراجع. انا فهمنا شو القصة. شو القصة لك بدر الدين؟ والله ما بعرف، شي بيجنن لك حسام. حاسس لك الموضوع بيتعلق بلمعات الشيطانة ها؟ ايوه. وانت شو عرفك؟ ما شفت هلا شلون الرقيب عزام اجى اخذ الزعيم ابو طالب وراحوا بسرعة؟ ايه يمكن يكون مزبوط هذا الحكي. الله يستر. ايه والله الله يستر. لك حسان، ما بدك تقلي شو قال لك الزعيم ابو طالب؟ بس تقلي بقول لك. ايوه هل هيك صار الحكي؟ يعني احكي لي لاحكي لك. ايه بسيطه. بسيطين. ها اجوا على البواب. السلام. الزعيم بالديوان يا شباب.
اجى الرقيب عزام واخذه وراحوا بسرعه. شعر لوين راحوا؟ اكيد بده يكونوا راحوا على المخفر صباح افندم. خير طمنونا شو القصه؟ الله اعلم يا مختار. يعني ما حكوا قدامكم معلومات عن لمعات؟ والله يا شيخي اجى الرقيب عزام اخذ الزعيم ابو طالب وراحوا بسرعه. وطلال وينه هلا؟ المعلم طلال حمل حاله وراح. لوين؟ والله ما حكى يا عمي ابو راشد. بس كانه في شيء صاير يا جماعه، لانه ثلاثتهم كانت وجوههم مخفوقه خفق. يا ساتر يا رب. شغل بالي يا جماعه، فعلا في شيء بيشغل البال. شرفوا. لوين؟ على الطريق بنحكي. تفضلوا. شرفوا يا سيادنا. الله معكم يا سيادنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. لك شو السيرة يا شباب؟ لشو هالمؤتمرات على باب الخان؟ الله أعلم يا أبو لمعين. والله ما بنعرف شو عم يصير يا أبو لمعين. قولتكم يعني مشان لمعات خانقون؟ إيه جايز يكون هذا الحكي مظبوط. لك قلونا قلونا شو ساي شو في؟ شلشتونا يا جماعة؟ بزكوا لمعات؟ لك والله ما بنعرف يا جماعة، الله أعلم على هذا الحكي. لك ليش متجمعين على باب الخان؟ ما حدا عرفان شي يا أبو الفوز. أعلي عم بيقول إنه إلا ما يكون في شي صاير. أكيد شو هالغموض هذا؟ لا بيصيروا لا بينهم مثل الغموض. طمني ممدوح أفندي. شرف معي بطالب. لوين؟ اتصل مقدم أنوار وقال إنه أخذك لعنده ضروري. أيوه، معناتها اعترف الشيطان بعلاقته بلمعات؟ والله ما بعرف يا أبو طالب، حكى معي بسرعة وسكر. شوفوا منه اعترف ولا ما اعترف؟ يا أبو طالب مو هلا رايحين لعند سيادة المقدم؟ هنيك بنفهم منه. شرف لك يا ميت، أهلا وسهلا. يعلم الله إنكم آنستوا وشرفتوا ونورتوا كمان. البيوت منورة بسكانة تقبريني. ما شاء الله ما شاء الله وخزيت العين. إيه مو بس حلوة يا أختي إم جابر هالنادية خانم، لا ما شاء الله ما شاء الله ونيسة ومتكلمة. إيه حكاية بتاخد الأعل. هاد من ذوقكم يا جماعة. بلا مؤاخذة بدي أسألك سؤال. لا أيو خدي راحتك تفضلي. يعني الصراحة هي تاني مرة منزورك فيها وما شفنا حدا من أهليتك غير أختك سعاد اللي حضرتك عرفتينا عليها. لا تواغزينا بهالكلمة، يعني أم صبري قصدها. وين أهلياتك؟ أمك، أبوكي، أخواتك، الذي منه؟ أيوة هذا اللي بقصده أنا، يعني مثلا مو لازم يجوا يحضلوا في صيت النقد والذي منه يعني وهي القصاص. بصراحة يا جماعة معكم حق، بس أنا مالي بهالدنيا غير أختي سعاد. ايوه يعني من غير شر امك وابوكي وين؟ ابي وامي راحوا لرحمه ربهم من زمان، وكنت عايشه مع جوزي الاولاني بس اختلفنا وتطلقنا. يا ستي الله يعودك باحسن. ايه اكيد اكيد الله بيعوضها لكان لكان يو. واكيد رح يعوضك ورح يعوضك بابن اختي ملان ومنتلي وشهم وابضاي وشغيل. ما شاء الله ما شاء الله. ودخليك هو من وين جمع هالخيرات كلياتها على قولتكم؟ يه من بيروت، ما هو طوال عمره عايش ببيروت. وعلى علمك يا خانم بيروت كل عمره بلد التجارة والتجار والخيرات والمال. اي والله معك حق. وهو شو كان يشتغل ببيروت؟ هلأ الصراحة الصراحة أنا ما بعرف شو كان يشتغل، بس إن شاء الله بيقبر قلبي من هو وصغير شاطر وفطح وبيجيبها من تم السبع. يا ستي الله يقدم اللي فيه الخير. آمين يا رب. يا ستي نفوت بالحديث دغري ولا نستنى شوي؟ شنو ما بينشبع منك؟ خلونا نستنى شوي لأني حكيت مع أختي سعاد مشان تكون حاضرة عفصل النقد. إشو عليه؟ وهلا بتصل فيها، اشكال ما طلعت من بيتها بستعجلها، كمان هي ساكنه هون بثاروجه قريبه مني. ايه الله يرضى عليكي لانه ابن اختي قاعد على نار. ايه معلوم بده يقعد على نار. شنو؟ ناديه خانو ما بتتفوت. هاد من ذوقكم. يا ميت اهلا وسهلا، يا ميت اهلا وسهلا باسيادنا وتاج راسنا. شرفوا يا جماعه تفضلوا شرفوا. ممدوح افندي وابو طالب مو هون؟ والله ممدوح افندي وابو طالب راحوا من شوي. اوك ما عرفت وين راحوا يا ابني؟ والله ما حكوا قدامي يا مختار. والعمل يا سيدنا؟ معناتها خلينا نروح على الديوان احسن شيء. معقول نرجع بدون ما نعرف شو صاير؟ طيب شو نساوي؟ بنروح على الديوان بس يرجع ابو طالب نفهم منه كل شيء. ماشي خلينا نضيفكم شيء نكسب شيء. شي. بعدين بعدين. يا ميت اهلا وسهلا شرفتونا.
اسمعوا لا، بتعيد اعترافاتك بالتفصيل الممل وبالحرف الواحد. يلا نشوف. ما حكينا كل شيء سيدي. وانا عم بأمرك تعيد اعترافاتك بالحرف الواحد ولك حيوان؟ كيولاد! هذا يا سيدي من بعد ما وصلت لمعاد خانم على سجن حما، كان نصيبي انه انا استقبلها على الباب الرئيسي. وشوي شوي يا سيدي بلشت تغريني بالمصاري والذهبات، شنو مليانة هيك عرفنا بعدين. بعد فترة يا سيدي طلبت مني اني انزل عالشام، وقالت لي رح تعطيني مبالغ كبيرة. عطتني سكوك 5 ملكانات وساوت لي تفويض فيهم بجام بعليهم. ما كذبت خبر جيدي، نزلت عالشام وبعت لها الملكانات وكان المبلغ كتير كبير. رجعت على حما وعطيتها حق الملكانات ومنت علي يا سيدي وعطتني 100 ذهبية. أنا يا سيدي ما صدقت حالي إنه يكون عندي 100 ذهبية، وأنا الموظف يلي يا دوب بطعمي حاله وبطعمي عيلته خبز وزيت. وصارت يا سيدي كل يوم كل يوم تعطيني مصاري وذهب كل يوم، حتى نسيتني ضميري نسيتني وظيفتي وواجبي تجاهها، وصرت مثل الخاتم بإصبعها يا سيدي. كمل وبعدين. وبيوم يا سيدي طلبت مني إني أنزل عالشام وتعرف على حارة الأرواب وعرجالاتها، وخص نص على ابن الزعيم أبو طالب مشان سمو وقتله. جهزت له السم يا سيدي بقطام بسكر، نطرته قدام باب المدرسة لا حتى طلع، وبعدين طعمته يا هون يا ابن الحرام أبو طالب. يا الله كم يوم بالشام يا سيدي مشان اتأكد من موت طالب. الخطوة الثانية يا سيدي كانت اني اخطفه لابو طالب وحطه بمكان امين، لبينما لمعات خانم تبري حالها باساليبها. وقت تعثرت علي خطيفة ابو طالب يا سيدي وسمعت من الناس انه بده يروح على البيت الحرام، رجعت على حما وخبرت الخانم وقالت لي انه اخطفوا بالقدس الشريف. عطيت الرجال الذهبات والمصاري وخطفوه وحطوه بجبل لبنان مشان تتمغمض السيرة يا سيدي. ليش ما قتلتوه لما خطفتوه؟ لانه يا سيدي لمعات خانم كان بدك تقتله بايدك. وقت عرفت يا سيدي انه ابو طالب هرب من جبل لبنان اضطرت تزورها بسجن القلعه، قلت لحالي بكره بيعدموها وبتروح السيره. يا ابن الحرام ابن الحرام انا ابن الحرام ابن الحرام بعد عنه موت السيره يا ابن الحرام انت يا طالب موت السيره يا ابن الحرام انت موت السيره يا ابن الحرام
شاء الله ان شاء الله يا طارق ان شاء الله يرضى عليك. بسم الله علي بسم الله علي واحد الله يرضى. ريح ريح يا ابو طالب. انت كبير يا ابو طالب. روق يا ميت. اهلا وسهلا بخالتي ام صبري وخالتي ام جابر. بالمهلي بالمهلي وعقبال ما نروح نخطب لك ونجوزك. على حياة عينك ان شاء الله يا خالتي ام صبري. يلا بقى شد لي حيلك خلنا نجوزك. ما في اكرم منه الله. ونعمة بالله. لك يا خالتي شو عم تستنى؟ على هوا فهمت من ام صبري انه احوالك ببيروت صارت فوق الريح، بقى شو قلي؟ قلي ليش عم تستنى؟ الله كريم الله كريم، خليني هلا اطمن على حلمي بعدين شوف وضعي انا. لك سعيد وينه حلمي لحتى احكي له شو صار معنا؟ ميت اهلا وسهلا بخالتي ام صبري وخالتي ام جابر. بقامتك خالتي، ابن حلال، اسمع لاحكي لك شو صار معنا؟ هاتي لشوف، نورينا. هذا يا سيدي اتفقنا على كل شيء، عن نقد وعلى التلبيسة وعلى كل شيء كل شيء، إلا شغلة السكن. شلون يعني خالتي؟ شرطها الوحيد إنك تسكنها بحارتها بساروجة، شنو هي متعودة عليها؟ إيه شو عليه؟ بتجوزها وبسكن عندها بالبيت. إيه مو أنا قلت لها هيك؟ إيه. إيه كان ردها علي، قال إنه اللي بده يتجوزها هو اللي لازم يجيب البيت، وبيت مو معتر، بيت أكابري وبيناسبها. آه؟ إيه شو عليه؟ نادية خانم تستاهل كل خير، وحقها تسكن ببيت مو معتر ومن مستواها كمان. ايه لا تاكلوا هم. اخي حلمي مو نسيان هذا الموضوع منوب. طب طول بالك يا ابطال. طب من نحكي يا ابطال. امشي امشي امشي. شرف. عندك أخو يوسف عندك الله يرضى عليك. تفضل زين أبو طالب. روح زين أنت يا رب يعطيك العافية روح. لك وين بدك تروح؟ مالك شايف عبوق وشك؟ لك عمي ما في شيء، أنت كفيت ووفيت زين. لك ما بصير تروح يا أبو طالب. أخي أنا بنزين. لا حول ولا قوة إلا بالله. لك يا أبو طالب. عمي الممدوح أفندي فهمني كرمال الله شو بعمي أبو طالب من وقت ما فات على قيادة الشرطة وطلع هيك وشو مقلوب؟ لك مو اعتراف ابن الحرام إنه هو اللي حاطط السم بالإقدامي على سكر وطعمه لطالب؟ شو؟ شو عم تحكي عمي؟ كرامنا محمد وصلني لالي واشرب من دمه؟ وكمان اعترف انه كل شي صار بدفع من لمعات. هالبنت الحرام شو طلع معها؟ شو طلع معها هالبنت الحرام؟ ايه وطلعت هي اللي دازة ناس على القطار حتى يخطفوه من قلب القطار وتقتلوا بيديها. لكن كل تحليلات عمي ابو طالب طلعت مزبوطة. لك الله ستر عمك ابو طالب ما قتلوا بقلب مكتب قائد الشرطة. لك خفت عليه انجريت عمك ابو طالب، لو تشوف حالته شلون كانت، والله خفت عليه انجريت. لك يا ريته قتله خلص منه بقى. لك مشان هيك يا طلال، انا ما بدي اياه يروح بهالحاله قدام اهل الحاره والعضوات، فهمت علي طلال؟ بصير خير خالتي بصير خير، ومن بعد اذنك بلغي ناديه خانم، اللي بدها اياه بصير، شغله البيت صغيره. والصراحه الصراحه وبيني وبينك، البنت بتستاهل وبتستاهل اكثر من هيك، ما شاء الله ويخزي العين، قطافه ولطافه وجمال. وبنت عيلة. لكن على شو أنا راقد يا خالتي غير على السمعة الطيبة؟ إيه الله يتمم على خير. آمين آمين يا رب. يا خاطركم أوداناكم السلام عليكم. وعليكم السلام أمان الله. شو جنيت لك حلمي؟ أعوذ بالله وأنا بكامل أعلي. لكن كيف بتوعدها لأم صبري إنه بدك تشتري بيت لنادية؟ ليكو ترتيبك كله فشل، ما رح تاخذ لا بيتها ولا غيره. أنت روق واسمع مني ولا تضوج يستر عليك. كيف بدك ياني ما ضوج؟ شنو رح أطلع مكركح أكثر منها؟ ووعد شرف لشلحها كل شي بتملكه لهالأرحل كهينة. بس انت اهدى. لكن كيف بدك تشتري له بيت ونحن ما لنا بقيانين بالشام؟ عود لقلك شلون. وهي قاعده بس يكون بعلمك قعدتنا بالشام على قطعه جديد. وهو هيك رح يصير ونحن حكينا هالحكي من قبل. لك يا حلمي
هي المرة ملعونة وما بينضحك عليها بسهولة. فرط لها السيرة وخلينا نطلع على بيروت، وهنيك بلاقي لك أحلى عروس. يا عدلي، هلأ الحرمة بين إيدينا، منين رح نلاقي حرمة مليانة ومنتلية؟ هي هي علينا، عمالك ترك هالموضوع علي. أخي اسمع شو رح لها، رح نفرجيها بيتك هذا على أساس بيتي، ونخليها تطمع، وبعدين تريك الباقي علي. وأسبوع زمان بعد ما اتجوزها رح بيعها بيتها وكل شي بتملكه. أسبوع واحد بس، وإلا قسماً عظماً بطلع لحالي على بيروت. ليش أنا بقدر أعيش بدونك يا عدو؟ صاير عم تحكي مع زوط لك حلمي؟ مو على بعضه تسعين يا شباب. مزبوط والله، وشه معفور عفر ما عم بيتفسر. يا لطيف الطوف، يمكن من شان لمعاتها، يمكن. كل شيء جاهز، كل شيء جاهز، انا رايح على شغلي. شافوا يا شباب شو في بدر الدين؟ شو نعرفي شو في؟ وليه عم تعيط؟ انا هذا رايي يا جماعه. وعليكم السلام. فوت. خير يا ابو طالب؟ خير؟ مو على بعضك يا ابو طالب. شغلت بالنا يا رجل. في شيء امر عظيم حصل؟ احكي لي. خير، اللهم اجعله خير. لهم طوال. لك احكي لهم. قل لهم مين ورا قاتل وعيدي. قل لهم مين ورا خطيبتي وهادتي. احكي لك ابني، احكي. بدك تحكي يا طلال؟ يا الله يا الله. يا بنيتي يا حليمه، انا عارفك انك واعيه وراكزه. انا مثل ما هديتني. العاد اريدش تستهمين كل كلمه اقولها لك. تفضلوا. يشهد الله ان الولد محمد ادمي وابن عالم وناس. والله ادري يابا، ادري. وان راح تراه ما يجيك حد بنبل اخلاقه. معك حق يابا، كانك قاعد بقلبي. العاد لا ترضيه يا بنيتي، اذا قلبك ما لناحه لا تفكرين لا بي ولا بحد. ما اقدر يابا، ما اقدر ما افكر بيك، وانت اللي ضحيت بعمرك كله عشاني، وظليت كل هالسنين بلي اجازه عشان تكبرني وترعاني. اقوماني الحين يوم ما اجى الوقت اللي ارد بيه المعروف اتركك وامشي. لا يابا، هذا الحكي ما هو بزين. اي معروف يا بنيتي؟ انا ابوشي وانت لزوم تتجوزين، عشان هيك اطلب منك تعيدين التفكير. يابا محمد يريد ياخذني معه عشان ما يقدر يعوف امه. اقوم اني اعوفك عشان هو ما يقدر يعوف امه. والله اللي يسمع هذا الهرج يقول غلاوه امها بقلبها اكبر من غلاوتك في قلبي. لا يا بلا، ما ابو اغلى منك، وهذا الكلام ما هو بزين. والله ومحمد رسول الله انت ربايتي ما ضاعت، وكلي الله يا بنيتي. لكن اللي فهمته من قولك انه انتي ما تعترضين على شيء. لا ابد يابا، يشهد الله ان الشاب صاحب نخوه والف بنيه تتمنى. زين زين، لعاد في شغله بعقلي احكي بيها وياه باشر، يجوز تريحه وتوفق بينكم بالحلال. وش هي يا ابوي؟ باشر يا بنيتي، باشر ان شاء الله. عسى على خير. تصبحين على خير يا بنيتي. يلا يلا يا طلال، يلا يا عيال. طالب خير؟ تقبر لي شو فيه؟ طالب خير يا ابو طالب؟ ليش هيك وشك معفن؟ طالب تعبان. خير خير، شو في يا ابي؟ تعبان. شو صاير معك؟ احكي له، احكي له من ورا ما قتل ابني. مين ورا خطيبتي وهانتي؟ احكي له، احكي له،
احكيله انه لمعات المحدثة هي اللي قتلت وحيدي. قولي على طولي. ظالم ظالم ظالم، عيب علي وعيب على شنبي وانا ابو طالب اللي انا وقتي اذا معاه كبتر سنان. عيب علي وعيب على شنبي اذا معاه كبتر سنان. عيب علي طريق. يلا 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 فوت حكيم فوت حكيم. شو حصل؟ طمني. هلا فات المعلم طلال مع الحكيم لجوا. طيب ما عرفت شو هالوحكه اللي صايره مع الزعيم؟ ما ننتظر الحكيم ليطلع ليخبرنا. لكن انت شو قاعد عم تساوي؟ لك انت لا تعيط علي، هلا بيطلع الحكيم وفهمنا، لا تعيط علي. حسبي الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة الا بالله. الله يعافيك يا رب، الله يعافيك يا زعيم، والله ما بتستاهل. امين امين يا رب. الله يبارك. حسبي الله ونعم الوكيل. طمني حكيم، طمني. اخبي عليك، وضعه كثير خطير. الله اكبر. وخلال 24 ساعة إذا ما صحي بدنا ننقله على المشفى. طيب خلينا ننقله هلا حكيم. لا لا خلينا نستنى للصبح، واذا ما صحي بننقله على المشفى. طيب يا حكيم ليش لا ننتظر؟ خلينا ننقله هلا. هي شغلتي وانا المسؤول عن حياته لو سمحت، مثل ما عم قلك بنساوي. ماشي حكيم. هاي الادويه بتعطوا اياها بانتظام، بس يصحى فورا بتخبروني. ماشي. بس الاهم من هذا الشيء كله ولا شخص بيحكي معه اي شيء عن امور الحياه. المريض متعرض لأزمة نفسية كتير شديدة، وكان صار معه فالج لو لستر الله، بس الحمد لله مرقت بضغط دم عالي. الحمد لله. وإذا صار معكم أي شيء بتخبروني. ماشي حكيم، شكرا كثير لك، بدي أخذ لك طريق. يلا يلا. هاتوا القلم من فضلكم ودواي يا بنا حلو، ركبي صفحتي من بلوتي ولا شر علي دواي. بعت لي حم عليك يا أبو طالب، شو صار لك؟ ريتني أنا ولا أنت. وتاهت بياد دروب المدن شرقا وغربا علي اجد بلسم. يلا يلا تفضل. انا عمي اهلين. طمني شو قال الحكيم؟ شو لك احكي وريحنا اعصابنا. قولوا بالكم صلوا على النبي شوي. اللهم صل على النبي. عمي ابو طالب بده شويه راحه وان شاء الله بكره بيفز مثل الحصان. يعني ما قال لك الحكيم ليش هيك عمك ابو طالب سلت من طوله؟ يا مرت عمي، الشيء اللي صار مع عمي ابو طالب والله العظيم مقلي، الجبال ما بتحمله. عطني وقتها الا بالله. تفضل تقبرني. يلا يلا تفضل سهري. هاي الادويه بتعطوا اياهم بوقتها. هلا بيت الوجع على قلبي يعني. سلامة قلبك يا عمي. سلامة قلبك يا عمي. توبي على طول. يا ريت انا ولا انت يا عمري. خلينا ياك
خذوا لنا طريق هذول كل العضوات اجوا مشان يطمنوا على الزعيم. يلا تقبلني يلا 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 معافى يا عمري أنا حلمي ومعي عدلي يا خالتي. يو يا ميت أهلا وسهلا شرفوا تفضلوا. لا ما في داعي نتفضل خالتي جاينك بكلمتين على حارك يا خالتي. معقولة هون من على الباب؟ إيه ما في بيناتنا بالمعية بدنا منك تاخدي نادية خانو وتروح تشوفوا البيت. يو ليش لحقت تشتري البيت؟ جايك بالحكي يا خالتي. هات لشوف سمعني احكي لها لخالتك على شو اتفقنا أنا وإنت أخي عدول. هذا يا ستي اتفقنا على الشكل الآتي. لا اله الا الله الله يعافينا يا لا حول ولا قوة الا بالله. حسبي الله. عم اقول عمي طلال خلينا ناخذه على المشفى وبلاها هي مسألة الانتظار. عمي انا اصريت على الحكيم انه خلينا ناخذه على المشفى. هو قال لي اتركه للصبح اذا ما تحسن بناخذه على المشفى. ليش التاخير يا طلال؟ ابو طالب لا من تمه ولا من كمه ليك. يا صباح افندي انا شوري من شورك بس الحكيم هيك بده. حسبنا الله ونعم الوكيل. والله بالي مشغول عليه. كلنا بالنا مشغول عليه بس شو بدنا نعمل إذا هذا رأي الحكيم؟ ما لي قلب نتركه هو بهالحالة هي؟ أنا مثلك يا صباح أفندي. ما اختلفنا على الحكي يا جماعة الخير بس طالما الحكيم عم يقول إنه شغلة أبو طالب بدها للصبح ليش وقفتنا هون؟ صحيح معك حق معك حق. عمي طلال أي تطورات بتبلغنا على الحارك برضاي عليك. ها صار عمي صار. يلا يلا شرفك. يلا 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 فضلك كل الطريق يلا يلا بخير يا ابي ما في شيء. شو اللي صار؟ سلامة قلبك ما صار شيء تقبر. عطي مي. عطي مي يا ابو بسرعة بسرعة. عطي مي يا ابي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الشافي المعافي. بسم الشافي المعافي. صحة يا الله. سلامة قلبك تقبر. يا الله. الحمد لله على سلامتك يا عمر. قتلت وحيد المجرمة قتلت طالب يا أبو طالب قتلت ابني ابني بس مشان تكسر ظهري وتدمرني. يا الله يا الله جيشت زعران البلاد ليخطفوني ليبعدوني عن عزوتي
عن عيلتي، عن بناتي، عن مرتي اللي ما تخاف ربها. أول مرة أنا عم بوعي بهالشيء قدامكم، أول مرة، أول مرة يا أم طالب. كله لأني رفضت جوازها. اللي ما بتصلحه السنين وتجارب السنين لا يمكن تصلحه كتب العالم كله ومدارس العالم كله. مشان هيك يا ولادي، ربوا ولادكم على الحب، على الخير، على الإيمان، حتى ما يضل بقلبهم لا حقد ولا ضغينة ولا شر. الله يخلي لنا اياك يا حق ولا يحرمنا منك. امين. الله يرضى عليكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. اشهد ان محمد رسول. يا الله يا الله. ها هاي ابو طالب. أهلين. كنا جايين نطمن عليك قبل ما نروح على صلاة الفجر. ما شاء الله حولك، مهر طول عمرك مهر. هذا ابو طالب اللي منعرفه يا ابو راشد. يا سيادنا الكبير بيضل كبير. صحيح صحيح. الله يخليكم ودينكم يا رب. والله يا شيخنا يا ابو راشد، قلت لحالي ما بيصير لو ترجع لمعهد المحتسب وتشتغل فيني من جديد. حكيم يا حجي حكيم، يعلم الله انك حكيم. خلينا نلحق صلاة الفجر ان شاء الله. يلا تفضلوا تفضلوا، شرفوا شرفكم.